السلام عليكم ورحمة الله، تبارك الله على الشباب، وعذرا وأعتذر وآسف إلى السريع على الرطب. كيف قلنا الحلقة اليوم ثقيلة، فريمون ثقيلة مع السي عصام، وغادي تكون على الجروث. قدرت كنت تسمعوا الصداع ديال السي عصام، دونك راه بدا كيدير بدا كيعني حضوره. غادي تكون الجروث هاكينغ، سي تان سوجي اللي تكلمنا عليه من قبل محمد أمين عبد الله، الله يجزيه بخير اللي عنده. عندك الصوت كيرجع اخويا، واخا تكنت نحاول نجاوب هذا المشكل ديال الصوت. واليوم ان شاء الله غادي نتكلموا عليه بواحد النوتر نيفو، يعني مستوى اخر ديال الكلام ومعلومات جداد ومعلومات اللي فريمون ثقيله. حاولوا تركزوا شويه حتى الا كان شي حاجه اللي ما مفهوماش ولا نخليوها لا بارتي كيستيون، وان شاء الله تكون الاستفاده اكثر. اول حاجه بارطاجيو اللايف، راكم دابا داخلين في اليوتيوب، كل واحد يبارطاجي عنده اللايف في البروفيل ديالو، ربما يلتحقوا بنا ناس اخرين يكونوا مهتمين. عصام، اهلا سي مصطفى. معنا حتى مصطفى اجر مو خويا، سبيسياليست ديال الاناليتيكس وديال الادورد الى اخره. مرحبا بشباب كاملين، وكما قلت اسمحوا لينا بزاف على الروتر. عصام هير يو ار، فوالا هو سي عصام معكم، كتعرفوه دابا راه ماشي واحد اللي جديد. عصام راك دابا كتبان في الكاميرا، كتبان في اللايف لا ديسكريسيون. السلام عليكم ديالك. وعليكم السلام، الكلام كله ليك، انا غادي نجلس نستمع يا ربي نفهم شي حاجه. لا لا الله يودي يا ربي ان شاء الله. انا غادي نبارطاجي انا يا مونتور ياك. بيان سور وي، بيان سور اخويا، بارطاجي نديرو العمليه. سير الله. بالنسبه للناس اللي باقي ما داروش جيم من لاباج، بلا ما انفيتيكم راه الدار داركم، دونك جيم باش يبقاو تابوناو في لاباج الا بغيتو باش تطلعوها شويه او ميم طون يبانو عندكم لي بوبليكاسيون قدام. أنا بارطاجيت. دونك على بركة الله غادي نخلي لك ليكرون كله بدا سي عصام، حيت دونك على بركة الله. دونك بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الموضوع راه مكتوب في العنوان الفوق، سي الجروث هاكين راه مكتوب قدام اللوغو. سبق لنا تكلمنا على هذا السوجو، هذه ثاني مره ان شاء الله، ولكن اول مره مع عصام. عصام خويا سي بون، راه عندك الميكروفون، عندك لا فيديو. يا لي الشرف كما العاده كون معك سي محمد في لايف هاشتاغ. انا برنامج اللي كو جو بورت دو مون كور، لانه قيمه مضافه كبيره للشباب ديالنا بالخصوص. الله يحفظك بارك. وحلقة اليوم هي حلقة غادي تكون فيها بزاف ديال البسيكولوجي كاستمر و كونسيومر سايكولوجي، يعني حلقة ما غنهضروا بزاف على دي فولي تيوريك، يعني غنهضروا على بعد نظريات ومفاهيم، ما غنهضروش على تقنيات وتاكتيكس، لاننا جينا ندخلوا في هذا الشيء. هذا خصنا ماشي ساعتين ولا ثلاثه السوايع، خصنا ثلاث شهور باش نقدروا نمشيو اون بروفوندور وفي العمق بزاف ديال الامور. يعني هذا غير توضيح بالنسبه للناس اللي كيتبعوا معنا دابا واللي بداوا الحلقه، باش اللي كان كيتوقع انه غندخلوا في تقنيات وغنديروا دي يوز كيسز ولا دي بزنس كيسز، راه اليوم غنهضروا غنديروا واحد النظره شامله على مفهوم الجروث هاكين. يعني غنحاول ما امكن انني ندوز على كاع اول اسبيكتس اوف جروث هاكين، يعني من تيم سكيلز الفاندامنتالز البلاي بوك، اي حاجه متعلقه بالجروث هاكين غادي نديروا واحد النظره شامله 360 degrees.
ولكن ما غنقدروش نهبطوا بزاف في العمق في شي حوايج، لانه نظرا للوقت ونظرا لانه جروث هاكينغ از اباوت اكسبيريمنتيشن، ماشي كتوبه، ماشي قرايه كتوبه ولا قرايه ولا غنتبعوا لايف ولا غادي نديروا شي دوره ولا ندوه ولا شي حاجه، ولكن راه يو هاف تو اكسبيريمنت اند تيست، دونك يو تيست اند ليرن برانسيبالمون. وبالتالي منين غادي تبراكتيسي هاد الشيء وتشد هاد المفاهيم وهاد الشيء اللي غنشوفوه، الاكسبيريمنتيشن غادي يبانوا لك الامور، غيبان لك اش من اتجاه غادي خصك تاخذ. دابا انا بغيت نوضح هاد الامور باش الناس الا كانوا عندهم شي عندهم واحد الاكسبكتيشنز على شي حوايج ما يكونوش ما يمشوش غالطين من الاول. دونك حنا غادي نكونوا بزاف ما هو نظري وما هو علمي شي شويه في اكثر مما هو تقني وما هو تطبيق عملي ولا ابليكاسيون نيميريك. عقلتي على ابليكاسيون نيميريك هي مثلا قرايه قطع المعادله وتيقول لك يلاه دير لابليكاسيون نيميريك. دونك دابا غنوقفوا في المعادله، لابليكاسيون نيميريك نعطيونا عليها 0.25 فوالا. لا هنا سي لانفيرس، اجوردي نقدر نقول لك انه المعادله تقدر تعطيها في بالنسبه لجروث هاكينغ تقدر تعطيها 0.25، ولكن التطبيق هو اللي عليه العمده، التطبيق هو اللي عليه العمده. ودابا انا غادي نبارطاجي المسائل ياك، بارطاجي ليكرون وي كيبان لك ليكرون ديالي. نعم إيه بنا سي. دونك على بركة الله اليوم غنهضروا على ما هو الجروث هاكين. دونك أول سؤال يمكن تطرحه براسك إذا كنت أنت انتريسي ولا في هذا الشيء ديال الجروث هاكين، واش تمشي ليه ولا تمشي ليه، واش أنت دابا عندك ديجا استعداد أنك تمشي للجروث هاكين. دونك are you ready to growth hack؟ This is the first main question. وجروث هاكين it's about spreading something to the right people as quickly as possible. As quickly as possible عامل مهم جدا، كيف ما right people عامل مهم جدا، لأننا يعني كنهضروا على the right people كنهضروا على segmentation، و as quickly as possible كنهضروا على fast tempo ولا high fire rapid fire testing. و spreading something، spreading ديجا لو فيت spreading يعني كأنك تي target اون ماس، دونك عندك لا ماس عندك targeting وعندك الـ rapid fire testing. و growth hacking هذه شنو نقولوا صفه اللي خرجها هو شون اليس، راه هو اللي التصويره ديالو كاينه في السلايد. شون اليس خرج هذا المفهوم ديال growth hacker في 2010، دونك هذا المفهوم كي جاينا من سيليكون فالي على ليبوك، وفاش كان خدام في دروب بوكس. دونك مع دروب بوكس كان الى تي اون شارج دو ماركتينغ لا كروسونس، دونك الهدف ديالو ولا الشغل الشاغل ديالو كان هو تو ماكسيمايز سبسكرايبرز، يعني ماكسيمايز نمبر اوف يوزرز و سبسكرايبرز. ومن قبل علاش جا هو دروب بوكس، عنده هو تراك ريكورد في الجروث ماركتينغ، انه شحال من ستارت اب لونساها ولا خدم فيها، انه قدر يطلعها من زيرو حتى ما نعرف شحال مئات الالاف ولا ملايين لي زوتيليزاتور. و ستيشن إيريس كطبيعة كباقي الأشخاص اللي عندهم اللي كيخدموا بلا باسيون، تيخدموا كيقلبوا على تشالنجز. بالنسبة لي نعم، دونك كباقي الأشخاص اللي قلت لك عزيز عليهم تشالنجز، كان فاش في دروب بوكس أي مومون دوني صافي وصل لداك الشيء اللي كان غيقدر يعطيه في دروب بوكس راه عطاه. بس كيفاه بغى يمشي من دروب بوكس وجا بغى يكتب اون فيش دو بوست لشي حد اللي غيرومبلاصيه، زعما على اساس غيدير ديك الخدمه اللي كان كيدير هو شي دروب بوكس. الوغ تيلمون داكشي اللي كان كيدير مشعبط ومخلط ومرون، ما عرفش تيسمي هاد يعطي ان انتيتولي دو بوست، ما عرفش يعطيه، لانه يفزي دي ماركتينغ، يفزي دي داتا اناليتيكس، يفزي دي انجينيرين، يفزي دي UX design، المهم بزاف د الحوايج كان كيديرهم في دروب بوكس. و اي سي روندو كونط كو ان ميتي دوني ان تيتخ اون فيش دو بوست اللي فيها هادشي كول، ما سيتي با اوسي ايفيدون. دونك تما فين طحت ليه جروث هاكر، ماشي جروث ماركتر، ماشي انجينير، ماشي داتا اناليست، دونك جروث هاكر. دونك هذا هو
باش نهضروا على الاصل ديال الكلمه منين جات. دونك شون اليس 2010 هو اللي خرج لينا هذا العلم هذا بحكم داك الشيء اللي كان كيدير. وبالتالي ف جروث هاكين هو تخليطه بحال داك اتاي ديال التخليطه اللي عزيز علينا. دونك هو تخليطه، تخليطه عندك ما ردوش، عندك السالميه، عندك نعناع العبدي، نعناع البلدي، جو سي با كوا. دونك تخليطه ديال مجموعه هاد الاشياء اللي كتديرها كتاكسبيريمونتيها باش كتشوف واش غادي تعطيك في الاوتبوت ديالك. والتخليطه هذه غادي نشوفوها من بعد في ديتاي. انا هنا غادي نزيد ندير واحد ديفينيشن اوف جروث هاكين. دونك سي is a process of rapid experimentation. دونك rapid fire or high tempo experimentation هذو هما سي دي برينسيپ دو باز. Cross marketing channel and product development to identify the most efficient ways to grow a business. دونك كنهضروا هنا كيف قلت لكم على في الاساس على مايند سيت ماشي تول سيت. يعني انت في دماغك خصك تكون مكابري بطريقه انك انت الانسان اللي كيجرب ماشي اللي كيتبع. انسان اللي غادي في 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 الطريق ولا في المنهج ديال 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 تيست اند ليرن، ماشي ديال الحاجه اللي شفتها اللي داروها خوتنا في الله غادي نطبقها نيشان وعندي واحد الكتاب ديال الماركتينغ ولا ديال تيبس اند تريكس غادي نتبعو على لاتخ وغادي نخرج. بلوس اون كيستيون مايند سيت. وهنايا كنهضروا في الاساس على كومبينيشن بين توسكي كونفنسيونيل اي نون كونفنسيونيل. دونك كونفنسيونيل اند ان كونفنسيونيل ماركتينغ، يعني ماشي بالضروره غير الحوايج اللي داو، يمكن انت يا تبانو يبانو لك شي طرق ولا دي تاكتيك اللي ما اللي جداد و تو بو اكسبيريمونتي. يعني يا با ليميت هنايا لا كرياتيفيتي كتلعب دور مهم، يعني ماشي غير داكشي اللي هو ديجا في ولا شفتي، ما تقدر انت تبان لك شي حاجه جديده اللي تقدر تعطي. وعلاش هاد جروث هاكين وهذا الشيء كله في الاصل؟ لانه هادشي جانا من لونفيرونمون ديال لي ستارت اب. المشكل ديال لي ستارت اب سي كو خصهم دي هاف تو دو مور ويد ليس، يعني خصك دير بزاف الحوايج افيك بامكانيات ضعيفه جدا. يعني خصك دير بزاف بوالو، ودي فوا بوالو ما عندكش امكانيات، ولكن خصك ترتق لي شيف. و هنايا بطبيعه الحال ما يمكنناش اترافير و سي كليرمون انديكي في هاد لاكور. هاد لاكور ديما كنرجع لها لان هاد لاكور راه هي الاساس بالنسبه بخصوص الستارت اب. المشكل الاساسي كنعاود نهضر عليه ونعاود نرجع عليه هو خصنا اولا وقبل كل شيء نوصلوا ونطيحوا على البرودكت ماركت فيت. اذا ما كنتيش عندك وصلتي للبرودكت ماركت فيت ما تهضرش على السكينين وما تهضرش على الكروز، ما تصدعش راسك. لانه برودكت ما يمكنلكش تسكيلي شي حاجه اللي ماشي ماست هاف. دونك اول سؤال واول ايتاب يعني قبل ما نوصلوا حنا للجروث هاكين، دونك دو يو هاف ماست هاف برودكت اور سيرفيس. ماست هاف برودكت يعني انه عندك برودكت ماركت فيت. لان تقدر انت مثلا تجيب واحد برودوي بل خدام في شي ماركت مثلا في اليو اس ولا في شي بلاصه اخرى وجبتيه لهنا، درتي بروف اوف كونسيبت ياك، بعتي بعد بروف اوف كونسيبت صوبتي زعما صوبتي بروتوتيب اكسيتيرا، من بعد درتي بروف درتي ام في بي دونك مينيموم فايبل برودكت، يعني بعتي لواحد ولا جوج ولا ثلاثه، ولكن من المينيموم فايبل برودكت خصك تدوز للبروف اوف ماركت. بروف اوف ماركت هي برودكت ماركت فيت، يعني واش عندك بعدا ان مارشي لهذا الشيء اللي بغيتي ديرو. حيت الا انت في لي زيبوتيز ديالك ديال البيزنس بلان داير على اساس انك مثلا غادي تبيع 100 ولا 1000 ولا 10000 واحد، وفي الاخر تيتغوف انك يلاه بعتي 10، راه ما يمكنش. فدير كو سوا راك استراتيجي ديالك، ولا ما نهضروش على استراتيجي باسكو سي تري فور، يعني نقولوا تاكتيكس باش راك غادي ماشي هما هذوك، ولا اصلا البرودوي ديالك ما عندوش ان مارشي. اذا انت كنتي مثلا خدام في المغرب وما كيتباعلكش، صافي ديك يمكن المغرب ماشي مارشي بالنسبه للمنتوج ديالك، وبالتالي ما حققتش برودكت ماركت فيت. يعني ما يمكنلكش تهضر على السكيلين والجروث هاكين وداك الشيء، يعني تسخى اون ديفازاج. وهذا الشيء ديال البرودكت ماركت فيت، راه هاد النظريه هذه راه اول واحد خرجها راه هو مول الجروث هاكين شخصيا. دونك شون اريس هو اللي حط هاد لا بيراميد كنسميوها ذا ستارت اب بيراميد، واللي كتقول لك لي تخوا فاز برينسيبال سيكل دو في ديال الستارت اب. كاين البرودكت ماركت فيت هو الاول سي لا باز، من بعد ترانزيشن تو جروث، من بعد جروث.
دونك وي ها بيان سور بيان سور ما نديرهاش اوكي. دونك كيف قلت لك في هاد لا بيراميد البروداكت ماركت فيت هو الاساس، الاساس اللي كنبنيو عليه كاع كاع داكشي اللي راه جاي. و صحيح فوالا، و برودكت ماركت فيت راه كنت درت عليه واحد المنشور وعليه فيديو كاع كاين في لاشين ديال بيزنس تون ديال المونتر بوج، مع لا فيديو سميتها كيفاش طيح على الهوته. دونك هذه هي الترجمه اللي اختاريت المفهوم ديال برودكت ماركت فيت بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا بلوس دو ديتاي. بالاساس خصك تحقق واحد واحد المعادله، ماشي معادله غنقولوا واحد بورسنتاج خصو يكون عندك اساسي باش تقدر تهضر على برودكت ماركت فيت. هذه طريقه اللي هي خلينا نقولوا ساينتيفيكلي ولا ستاتستيكلي بروفن، ما جيناش وحطيناها بحال هكا. وهاد هاد الطريقه هذه هاد اللي دار شون ايريس هو اللي كان كيخدم بها في دروب بوكس. اذا كيقول لك اسيدي جوسكا كان نيفو، دونك هاو وود يو فيل اف يو كود نو لونجر يوز برودكت. هذا سؤال اللي خصك تطرحه لي بروسبي ديالك، البروسبكت ديالك خصك تطرح عليهم هذا السؤال، ولا الايرلي ادابترز ولا هذا، وخصهم يجاوبوك. وخصك توصل لان 40% على الاقل ديال لي بروسبي ديالك ما يمكنش يعيشوا بلا هذا المنتوج ديالك. ما بالنسبه لهم المنتوج ديالك الى انديسبونسابل، يعني لو وصلتي ل 40% ديال لي بروسبي ديالك تيقولوا بان المنتوج ديالك ما يمكنش ما يمكنش يستغناو عليه، هنا تقدر تقول انك وصلتي للبرودكت ماركت فيت. دونك 40% يمكن كتبان للناس كبيره بزاف، ولكن الا شتي شي منتوجات وضيره هذاك الشيء اللي كنت قلت في الفيديو بحال المشطه والبقراج والبراد و جافيل ودونتيفريس اكسيتيرا، تبان لك 40% قليله، غادي تقول راه 95 ولا 98 ولا 99%. وبالتالي هاد 40% ما خصهاش تخلعكم بزاف، بالعكس خصك خصك تموتيفيك باش انك تعرف تطيح على الماركشي اللي خدام، باش يكون عندك الماست هاف برودكت. وبالتالي يقول لك عاوتاني الا كنتي بين 26 و 39% راه تقدر غير تاجوستي، يعني غير ريبوزيسيونمون ولا ريتارغيتين، يعني غير تاجوستي لا سيبل ديالك، ولا تعاود تخدم على الفاليو ماب ديال البرودوي وتجيبها، تقدر تجيبها. اما الا كنتي تحت من 25% راه خصك اخاي تبدا تزيد، خصك تعاود يفو ريكونسيديري لو برودوي، يعني خصك تعاود ايتيري وتعاود تشوف الامور زعما بشكل جذري سي بلوفو، لانه راك تحت من راك في لا زون غوج، يعني راك باقي في وريتكم راك مازال هنا، مازال في الاكسبيريمنتين والبايفوتين. ولا دزتي فوق 25 وليتي هنا في ديك ستارت وركين، والبرودكت ماركت فيت عندك سي ابارتيغ دو 40%. هذه المساله هذه يمكن كتبان جد مبسطه، غير هو خصكم تعرفوا ان ميريكان طبعا ديالهم هو التبسيط، كيمشيو في الامور معقده وتيمشي تيبدا ديطاي وي اتوميزي ويقسم في داكشي حتى كيبسط الامور. وبالتالي يمكن كتبان هذا السؤال كيبان بديهي جدا وزعما تري سامبل، وكيفاش سؤال بحال هذا الى لقينا الجواب عليه غادي نعرفوا راسنا واش طحنا على اون مين دور ولا لا. مي راه سي دو كان، سي دو كان، غير هو الاصعب حاجه في هذا بالنسبه لهذا السؤال هو يكون عندك الجواب الصريح، هو داك الهونست فيدباك يكون عندك ويكون ستاتستيكلي سيغنيفيكانت. دونك هذا هو لو تشالنج ديالك، هي الحاجه اللي خصك تخدم عليها باش تقدر تعرف واش راك وصلتي للبرودكت ماركت فيت ولا لا. وبرودكت ماركت فيت يعني اوسي انك ذات يو ار ان جود ماركت وذ ا برودكت ذات كان ساتيسفاي ذات ماركت، يعني ماشي غير راك تو ني با اون تران دو بيرد طون طون، ولا كتضيع الفلوس ولا كتضيع الوقت ولا كتضيع الجهد، بالعكس راه عندك واحد المنتوج اللي عنده واحد وفي المارشي ديالك راه لو بيزوان اي لا، يعني عندك دي شانس باش انك تسكيلي. طيب وكنلاحظوا انه ديما قبل الماركت برودكت ماركت فيت كتكون مرحله الاكسبلوريشن والاكسبيريمنت والانيشال تراكشن اللي غالبا كتكون مانوال تراكشن، و افتر برودكت ماركت فيت هنا فين كندوز الجروث هاكين الاوبتمايزين والسكيلين والاوتوميشن، وبيناتهم كاين الموت لا فالي دو لامور هي اللي كاينه. اذا ركزوا ديما قبل ما ندخلوا السكيلين ونبداو الموضوع
ندخلوا في امور اللي هي زعما مازال ما وصلتش عليها الحال، نركزوا على الماست هاف برودكتس وعلى البرودكت ماركت فيت. راه بحال انا كنقول نقدر نعطي ان اكزامبل بحال دابا ديال الباسكت كرياضه، لانه سبور كو جو تري بيان. اهم حاجه خصك تعلمها في الباسكت هي تطلع الباني، خصك تطلع تماركي بلا دغوات، تطلع تماركي بلا غوش، و تقدر تيري امي ديستانس وتماركي. الى عطاك شي واحد كنت امي ديستانس تهز اون اكستنسيون تي شوت تي مارك. الى كانوا عندك هاد العام هاد ثلاثه اللعيبات، واخا ما دريبليش كاع انت في الماتش كاع ما دريبل، الى عندك غير هاد ثلاثه راك تي بو جوي او باسكت. ابخي الى بغيتي تسكيلي المهارات ديالك ودوز لشي حوايج اخرين، عادي ساعه دوز 3 بوان ودوز شي لعيبات كروس اوفر، دوز شي لعيبات اللي كيديروهم خوتنا في اند وان ولا في هارلام ولا هذا، ماشي تبدا نتايا كنلقى انا دابا ديجا كيبغيو يلعبوا تبدا لك هو بالكروس اوفر وداك الشيء اللي كيديروا هات سوس ولا تيديروا شي جوار من ستريت بول ولا شي حاجه، هو ما كيعرفش يطلع حتى ماركيتا بالي، ما يعرفش يطلع حتى دوبل سيرفين. فو فريمون يفو ريسبكتي لو فازاج دو لا شوز، سورتو منين مول الكروث هاكين قال لكم الله يخليكم الدراري الله يجازيكم بخير، اللي بغى يمشي في هاد لا ديسيبلين دوا كومونسي باغ لو برودكت ماركت فيت. نجيو دابا لواحد المشكله عويصه شي شويه عن كروث هاكرز. الى شفتيهم في هاد الجراف لقاو ان الجروث هاكين هو تقاطع ديال 700,000 سكيل. عندك الداتا تيستين بلاس تيستين، عندك الكرياتيف ماركتين، تكنيكال ماركتين، لين ماركتين، الكونفرشن ريت اوبتمايزيشن، اليو اكس امبروفمنت، الكودين بلاس اوتوميشن، والبيهيفيرال سايكولوجي. اذا باش غادي تجي تسمي راسك انت يا جروث هاكر، فسيبوز انك انت كطحن هادشي كله الا اعتبرناك انك انت بوحدك جروث هاكر. وهذا كنرجع بيا لواحد الهضره كنت قلتها في اللايفات اللي دازو، ان بالنسبه لي جروث هاكر زعما شي حاجه اللي ما شي واحد بوحدو زعما نقولوا عليه جروث هاكر، سي ديفيسيل، سي تري ديفيسيل. انا باش نلقى شي واحد كيميتريزي هادشي كله راه شحال من عام باش غيوصل هادشي، ما يجي ميتريزي هادشي كله تيكون هاد جروث هاكر كونسيبت تسالى ما بقاش خدام. دونك لا غنهضروا على، ما نهضروش بزاف على جروث هاكر، نهضروا على جروث هاكين ليد، يعني شي بروجكت مانجر في الجروث هاكين هو اللي عنده شي شويه 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 من هذا الشيء ياك، ولكن عنده التيم، وهذيك التيم هي اللي كتهبط اون بروفوندور في كل حاجه. يعني عنده التيم ديال الانجينيرز، وعنده التيم ديال ديزاينرز واليو اكس يو اكس ديزاينرز، عنده التيم ديال الماركترز، وعنده التيم ديال داتا اناليتست. هذا بالخصوص هذا الاربعه داتا داتا اناليتست ماركتر انجينير برودكت برودكت شي واحد برودكت ديفلوبمنت وشي واحد في يو اكس ديزاين. دونك هاد الخمسه بلوتو الخمسه اللي خصهم يكونوا بالضبط خدامين مع الجراوند هاكين ليد. هذا كنهضر بيان سور كنهضر على ان كات فيغور، اللي كنهضر على دي سيناريو بحال شي فيسبوك ولا جوجل ولا دي زونتربريز دو تاي. كتلقى الجراوند هاكين تيم، كتلقى تيم على قدها فيها هاد لي سكيلز كاملين اللي شفناهم، وكيكون كيكون عندهم ان جروث هاكين ليد ولا هيد اوف جروث هاكين. بالتالي الا انت بغيتي دير بوحدك هاد الشيء كله، جو دي با سي امبوسيبل، سي بوسيبل مي سي تري كومبليكي، سي تري دور. و الا جيتي دير غير هاد الشيء راه ما تقدرش دير حاجه اخرى. يعني انا بالنسبه لي يفو شيرشي ا ترافايي اون ايكيب par rapport à l'aspect l'aspect du growth hacking, c'est très diversifié comme compétence, c'est une perle rare. Mais si je veux dire que c'est une perle rare. Alors, kifash ghadi ngerew had le growth hacking operation, le growth hacking team. Donc hna ghadi nchoufou wahed le système li fih 5 dial les étapes. Donc ou ahem haja kanhdrou aliha hiya data tracking system. كيفاش غادي نتراكيو هاد الداتا كامله اللي كتدور واللي هي ليا لهاد لوبيراسيون. ثانيا كاين سكون ابل دي اها مومنت، يعني خصك تلقى في داك ديورين دي كاستمر جورني، يعني داك الباركور اللي كيدير الكاستمر ديالك، سواء
كنت عندك كبرودوي، عندك اون ابليكاسيون ولا عندك ان سيت ويب باغي كتبيع شي حوايج، خاصك تلقى فين كيقول الكليان، تيقول اها، داك الشيء سموه ده اها مومنت، لانه فاش كيقول ديك اها يعني كيبان ليه ان المنتوج ديالك ميتس وان اوف هيز نيدز، فهمتي؟ هنا كيعرف بان عندك ماست هاف برودكتس، ولكن هنا كنهضروا على فروم كاستمر ستاند بوينت، يعني الكليان كيبان ليه انه انت راك هذاك المنتوج ديالك راه خاصو، راه واقف عليه، راه باغي، وهنا تيديك كتجي ديك اها، هذا المنتوج اي ريبون ا سا ولا اي في ا سا، دونك جون لي بيزوان. دونك هذا الاها مومنت اي لي تري كريتيك في الكاستمر جورني. كاين خصنا نعرفوا الفاندامنتال جروث ايكويشن، حيت هذا الشيء ديال الجروث هاكين راه فيه الماط وفيه الحسابات والستاتيستيك، وداك الشيء اون فيغا سا في لي سلايد سويفون، دونك ما نوقفش بزاف على هذه المساله هذه. و فور كنهضروا على النورث ستار ميتريك، يعني هذاك الميتريك اللي هو اهم من المهم، ماشي كاع سي تي ار والسي بي ار والسي بي اي والسي بي سي والسي ما عرف شنو هذا والسي محمد والسي هذا، دونك خصنا نركزوا على الميتريك المهم اللي كي انفلونسي الجروث نيشان. غادي نشوفوا كيلكو زيكزامبل في ومن ستيب 5 للفوق خاصك تيمبروفي وتسكيلي، لان كلشي اتس اباوت اتس اول اباوت تيست اند ليرن، دونك كتيمبروف ملي وين يو جيت ليرنينغز ولا انسايتس فروم يور اكسبيرمنتس، كتقدر ديك الساعه تيمبروفي وتزيد تسكيلي اي توجور بارابور لهذيك الفاندامنتال جروث ايكويشن. الو شي مرات الجروث كنسميوها تراكشن، دونك باش هذا المصطلح شفتو بالنسبه للستارت اب كنهضروا بزاف على تراكشن تراكشن تراكشن، ودوك تراكشن لا ديفينيسيون ديالها هي كنقولوا على سي كوانتيتاتيف ايفيدنس اوف كاستمر ديماند. الا كنتي مثلا في السوفتوير كتقدر تكون شي دي كليون اللي شراو ولا دي زوتيليزاتور اللي عندك، ماشي تراكشن ماشي بالضروره لي الفلوس، لانه كاين فرق بين كاستمر ويوزر، يوزر كيستعمل السيرفيس ديالك بلا ما يخلص، والكاستمر كيستعمل السيرفيس وكيخلص. شي مرات التراكشن ديالك سي نمبر اوف يوزرز، اذا هضرتي على فيسبوك تراكشن ديالو انا هضر على ما عرف شحال مليار ديال يوتيليزاتور، الوغ كو حنا كنستعملوا فيسبوك زعما اتيتر غراسيو، اذا ماشي بالضروره كتكون لي الكليون اللي كيخلص. الوغ كاين واحد الكتاب ديال عالم العلماء في التراكشن اللي هو جابرييل واينبرغ اللي سميتو تراكشن، واحد لك سيدي لي 19 كانو دو تراكسيون كي اكزيست، دونك بالنسبه ليه 19 تراكشن شانلز اللي كاينين اسوجو، هادو اللي بالحمر هما اللي هما اونلاين والاخرين راهم تقريبا لا ماشي لا بعض الحمرين هادو هما اللي عزاز بزاف على صحاب الديجيتال ماركتين، وكاين حتى اللي كانوا كيسمعوا اوفلاين، مثلا كنهضروا على الفايرال ماركتين بي ار ان كونفنشنال بي ار SEM social and display ads offline ads engineering as marketing. هاد engineering as marketing هي داكشي ديال السماوي، غنعطيكم example par la suite ديال engineering as marketing. كاين affiliate program trade shows offline events، يعني ما كاينش غير يا با كو اونلاين، واخا يكون عندك هذا واحد الخطا كيرتكبوه بزاف ديال الدراري تيكون مثلا خدام في الاونلاين بيزنس وتيميك على الاوفلاين، ماشي بالضروره انك انت خدام في الاونلاين بيزنس انك غتبقى غادي غير في الاونلاين تراكشن شانلز، راه خصك تمشي حتى الاوفلاين، شي مرات هذاك الاوفلاين كتجيب به اكثر من داك الشيء اللي غادي تجيب في الاونلاين. مثلا ملي كتمشي لشي معرض شي صالون استنى فيرمو اوفلاين، تقدر في ان صالون طيح على دوله تخوا كليون اللي غدير معاه ماشي في دافير اللي يضرب عليك 3 سنين ولا 4 سنين، وما عمرك كنتي غادي طيح على داك الديسيدور اللي جا وقف عليك وعجبو البرودوي ولا لو سيرفيس ديالك، ما عمرك كنتي غادي تلقاه زعما اونلاين. اذا وعاوتاني كاينه واحد طريقه اخرى باش كنكاتيغوريزيو لي تراكشن شانلز سورتو بثلاثه ديال لي كاتيغوري 3 مين كاتيغوريز، كنهضروا على الفايرال تراكشن شانلز، فايرال شانلز، البيج شانلز، والوورد اوف ماوث شانلز. هذوك الوورد اوف ماوث هما اللي كنسميوهم اولا كنسميوهم اوتخمون اورجانيك شانلز، دونك هادو حتى هما سي نوتر فاصون دو فوار هاد لي تراكشن شانلز. و هذا من دوزو دابا المحور اللي هو
الثاني اللي هو كنهضر على الفاندامنتالز اوف جروث هاكينغ. سنعرف واحد القضيه في قال جابرييل وينبرغ في الاسكاس، خص تكون عندك وحده في الجوج ولا يكونوا بجوج، المهم خص تكون عندك وحده في الجوج، يا اما عندك فلوس يا اما تو كرياتيف، وإلا ما عندك لا هذه ولا هذه سيرت ناس. دونك فلوس تو بو تبيرميتر دو با اتر كرياتيف باسكو عندك عندك لي مويان باش انك تحط وتميزي وتصبر وتسنى وبشويه عليك وهذا، وعندك الظهر على الشك. ما عندكش فلوس خصك تكون كرياتيف، خصك تعرف كيفاش دير تخرجها كومون سون سورتير سون افيك غيان دو. مزيان هذا هو بحال اللي كنشوفوا لي كا كلاسيك ديال اير بي ام بي، باش يقدروا يسكيليو باش يقدروا باش هاكا كازيمون داك لو سيت كريك ليست اللي ولاو دي زانونس كي صافيك من تما تيجي لهم نيشان. دونك سيتي دو لا كرياتيفيتي على ليميت دو لا ليغاليتي، على ليميت دو سكي ليغال، مي سا ريست دو لا كرياتيفيتي. بالنسبه للقضيه ديال الانجينير از ماركتينغ اللي كنشوفوا يوتيوب، داك داك لوبسيون اللي ديفلوباو ديال انك تقدر تيمبيدي فيديو في السيت ويب ديالك ولا في بروفيل ولا في اي بلاتفورم، سا لو راكوتي زيرو زيرو. Mais aujourd'hui, tous les sites web sont devenus des canaux de distribution de YouTube. Donc, c'est une façon hyper créative qui est dans la catégorie de l'engineering as marketing et qui a fait qu'ils ont fait les canaux de distribution ou les sites de le monde entier qui ont fait des canaux de distribution de YouTube. Donc, il y a une façon l'aspect créativité. Nous avons الاساسيات ديال growth hacking campaign. دونك ملي كتكون بغيتي تلونسي دير شي كومباني growth hacking، دونك كاين واحد المفاهيم مهمه غادي ندوز على لي ديفينيسيون ديالهم. فايت كنت شرحت لهم في اخر لايف هضرت على الباين سنتر. الوغ الباين سنتر هو group of people and factors that determine whether or not a purchase is made. بالخصوص اللي كنا في البي تو بي. الوغ باش نزيد نشرح هذا المفهوم هذا، بعد الخطرات كيكون عندك انت عارف شكون هو لو كليون ديالك، الكاستمر ديالك ولا الكونسيومر اللي غادي يخلص، ولكن شي مرات كتكون لا ديسيزيون ماشي غير ديالو بوحدو، تيكونوا معاه ناس اخرين اللي كي انفلونسيو ديك لا ديسيزيون ديالو بوغ اشتي. سورتو لو في البي تو بي مثلا كتلقى باغي تبيع نتايا واحد لو سيرفيس لواحد ديبارتمون، ولكن هذاك الديبارتمون خصو يشوف مع لي زاشاي نيغوسيو معاك، وخصو يشوف مع لاكوم بالنسبه للشارت غرافيك ديالك والكود اوف وداك الكود اوف كونداكت ديالهم ولا الشارت ديالهم ديال ما نعرف شنو، واش توي كونفورم ولا لا. كتولي كتلقى راسك تي اون تران دو كونفانك خمسه ولا سته ديال عباد الله اللي في الاخر واحد هو اللي غادي يشري. من هاد الناس كلهم داخلين في الباين سنتر ديالك، يعني انت تي دوا لي بروندر اون كونسيديراسيون. ما يمكنش انت دير برودكت ديزاين ديالك ودوك تراكشن شانلز اللي غادي تيستي فيهم بلا ما تاخذ بعين الاعتبار هادوك الناس كي فون بارتي من الباين سنتر ديالك. الوغ كاين المفهوم الاخر اللي هو الاكويزيشن شانل، دونك سي ذا باث واي ثرو ويتش بوتنشال كاستمرز ديسكفر اند انتراكت يور برودكت سيرفيس اند براند. هذا كنظن انه واضح ما محتاجش بزاف ديال الشرح. ريتينشن ريت هو كنظن ان كاع الناس راه يسون familiarize مع هذا الشيء. دونك سي ذا بيرسنتج اوف يوزر هو كونتينيو تو يوز يور برودكت اور سيرفيس فور ان اكستندد بيريود اوف تايم. هادو مفاهيم اللي مهمه لاننا غادي نصادفوهم في السلايد اللي جايين. وكيف هضرنا في الاول انطلاقا من التعريف ديال جروث هاكين، دونك سيجمنتيشن سي ان اليمون دو باز. كنهضر على السيجمنت سي كاستمرز هو ار لايكلي تو ريسبوند سيميلرلي come to marketing strategies and who share similar interests, needs and locations. Donc la notion de segmentation est capitale dans le growth hacking. Ou هي كتعطيك la possibilité باش انك تpersonnaliser la communication, le packaging, l'automation per segment, يعني كتبقى تريزوني par segment باش تcustomiser المسائل. Alors وهنايا segmentation كاين دي كريتير، دونك تقدر من غير الديموغرافيكس، ولكن هنا كتقدر تكون في دي كريتير بلو كاليتاتيف ماشي كوانتيتاتيف اللي هما البيهافيور والايدنتيتي وحوايج اخرين غنشوفهم عاوتاني. دونك هنايا
واحد النقطة مهمة هو أنه ملي كنكونوا خدامين على لا سيغمونتاسيون كيخصنا ايدونتيفيو فاليبل سيغمنت ونعطيوه لاتونسيون. يعني ما يمكنش امون دوني كتشوف انت بزاف ديال السيغمون كتيستيو تيبان لك واحد لو سيغمون اللي هو كيختلف على الاخرين لانه فيه لا دوموند كثيره ولا لانتيراكسيون كثيره وتبقى عاطي نفس الاهميه للاخرين. لا هذاك اللي كيبان لك خرج لك من الاكسبيريمونطاسيون ديالك انه عاطيك كيعطيك يعني ريسبونس مزيانه وتيعطيك ديماند اكثر وهذا خصك تفوكسي عليه لاتونسيون ديالك. ومنين كتفوكسي لاتونسيون هنا فين كتدخل مع خصك تركز ديك الساعه على موفين يور سيجمنت داون يور فانل. يو هاف تو موف ديم داون يور فانل وهذا الفانل غادي نرجعوا ليه بيان سور تو تالا. دونك بون جو بونس كو بزاف من الناس اللي كيسمعوا عارفين داكشي ديال الفانل والانطونوار. دونك سا ريسومبل او سيلز فانل ولكن كيختلف الامور غير في التاكتيكس يوز. غادي نرجعوا ل الباين سنتر ولكن دون ديتاي و اون فا الي فيغ لي لا نوسيون دو بيرسونا بيرسوناز كنت هضرت عليها حتى هي في لايف اللي داز ولكن دابا جابها الله باش نهضروا فيها ان بو في ديتاي. دونك بالنسبه ل الوحده ديمونسيون كي سيكولوجيك برينسيبالمون دونك كنهضروا على كاين واحد 5 ديمونسيون دو بيرسوناليتي. دونك هادشي كاين ان موديل اللي سميتو اوشن اللي كان ديفيرونسياو لي بيرسوناليتي على حسب خمسه ديال لي كاتيجوري. دونك اوبنس الكونسيونسيوسنس اكستروفيرجن اغريابلنس اند نيوروستيسيزم. ما غندخلوش في هادشي بزاف لان هادشي ماشي هو الموضوع. مي انا بغيت نشير لهاد المساله هادي لانه كان كتانفلونسينا طبيعه الحال في ليتابليسمون ديال الباير بيرسونا. هضرت قبيله على الكوانتيتاتيف والكواليتاتيف. انا الكواليتاتيف ريسيرش هي اللي كتخلينا ايدونتيفيو الايرلي ادوب البروفايل ديال الايرلي ادوبترز. دونك حيت الكواليتاتيف سي با كيك شوز دو ميزورابل الكوانتيتاتيف اني ميزورابل. نعطيكم مثال مثلا الا عطيتكم ان لوغو لوغو المجموعه ديال الناس مثلا وقلت لهم كي جاكم هاو ماتش دو يو لايك هاد اللوغو دونك كل واحد على حسب لا بيرسيبسيون ديالو غادي يعطي ان افي ولا غيعطيك واش هي لايكس ولا هي لا هي دازنت لايك. مي ما عندكش ما يقدرش يعطيك واحد يميزوري لك هذيك لا فالور بيرسو ديال هذاك لو لوغو باسكو سي كيك شوز دو كاليتاتيف. ماشي بحال الا قلت لك شحال من واحد دخل عندك شحال من بيج فيوز كان عندك البارح ولا اول البارح غادي تدخل الداشبورد ديالك الاناليتيكس غتعطيني ان فوليوم. دونك سي سا سي كوانتيتاتيف مي سكي كاليتاتيف ني با ميزورابل سي اون ابريسياسيون ني با ميزورابل. غير هو الكواليتاتيف ريسيرش كنحتاجوها بزاف ف بور دريسي ان بروفيل سيكولوجيك دونك بور دريسي ان بورتري باردون ان بورتري سيكولوجيك اللي غادي يعاوننا في باش نقادو الباير بيرسونا ديالنا. وغالبا تيكون تتكون لي كريتير كاليتاتيف سي لي سونتر دانتيري سي حوايج اخرين اللي لا علاقه لهم بالديموغرافيكس ولا البدخول ولا الفوليوم ديال شي حاجه. و بين الطرق اللي كنستعملوهم باش نديرو ديك لا ريشيرش كاليتاتيف سورتو بون بارل بيان سور اوز ايتاتوني سي لي كاستمر انترفيوين. دونك منين كيديروا لي زيشانج مع لي كليون يعني سورتو كو سوا ابل تليفونيك ولا رونكونتر ولا شي حاجه دونك يخصهم يعرفوا النيدز. والنيدز كنقسموهم لجوج كاين الماست هاف نيدز دونك يكون دابا عندك وكاين لاتنت نيدز. هذوك لاتنت نيدز شي مرات ما كتلقى الكليون في حد براسو ما عارفش بانه عنده هذا النيد هذا ما عنده هذا البوزوا. و نعم قلت لك كيكون الكليون ما عارفش انه عنده هاد لو نيد كي لاطون. وبالتالي الا طحتي انت على الماست هاف نيد وعرفتي حتى اللاتنت نيد ديال هذاك الكاستمر وي كان سي ذات يو هاف ا كاستمر فور لايف فور لايف. لانك انت غتقدر ديك الساعه تقاد ليه واحد برودوي كي ريبون ا سكيل ا بيزوان دابا وكينتج هذاك الشيء السكيل كاع داك الشيء اللي غيحتاجو من بعد. يعني هذاك هذا الكليون سيستيماتيكمون راه كيبقى معاك. وهنايا فين
كنعاود نركز على اهميه لا ريشيرش كاليتاتيف، لانها كتعطيك شي حوايج ما كتعطيهم لكش لا ريشيرش كونتيتاتيف. ومنين كدريسي هذاك لو بروفيل بسيكولوجيك دو كليون، كيبانوا لك الباترنز. دونك الباترنز هي المشابهات ولا المطابقات، باش انك كتقاد دوك لي جروب. ملي كتقاد هذوك لي جروب ولا هاد السيجمنتيشن ديالك، هنا كتديفلوبي سكون ابل باير بيرسونا، اللي من الباير بيرسونا كدوز للماركتينغ ستراتيجيز ولا تاكتيكس ولا وات ايفر، انك توصل له لو برودوي على اساس انه كيجاوب على الماست هاف نيد، وهي انتجريتس لاتنت نيدز از ويل. It integrates, sorry, it integrates the latent needs as well. Donc, بالتالي كان عند الباير بيرسونا كي كنقولوا سي اون ريبريزونطاسيون فيكتيف، دونك بيلت فروم ذا ريل ووردز اوف ريل بايرز. الباير بيرسونا تيلز يو وات بروسبكتيف كاستمرز ار ثينكينغ اند دوينغ از ذي واي ذير اوبشن تو ادريس ا بروبلم ذات يور كومباني ريزولفز. دونك هنا سي اون ريبريزونطاسيون فيكتيف ديال لي بروسبي ديالك. وهنا اللي كنشوفوا في هذه التصويره هذه، كل فيغورين ولا كل بيرسونا كوريسبون مثلا ان سيغمون، كل سيغمون كيفاش غادي تخدم معاه. وهنا نقدروا نشوفوا مثلا اون فيش ديال الباير بيرسونا. دونك هنا مثلا كتلقى فيها لي كريتير كي سون كوانتيتاتيف، دونك الايج اوكيبيشن ستاتس لوكيشن اكسيتيرا، البايو، الجولز، personality, motivations, frustrations, brands, limited pain. Donc, هذا certain model, certain model de buyer persona. Qui intègre data, ديك الداتا جات من الكواليتاتيف والكوانتيتاتيف ريسيرش. دونك جوج فيهم. وان فوا كتعرف الباير بيرسونا ديالك، خصك تقاد ليه اليونيك سيلين بروبوزيشن. دونك هذيك اليونيك سيلين بروبوزيشن هي اللي كت درايفيها فيا تراكشن الاكويزيشن شانل. دونك هذاك الاكويزيشن شانل اللي كتارجيتي به واحد الباير بيرسونا، خاصك تكومونيكي اترافيغ داك الاكويزيشن شانل يور يونيك سيلين بروبوزيشن، يعني هذيك الوينين زون. و وين يو ستيت يور ذا كلير بوينت اوف ديفرنس ذات ميتس ذا نيدز اوف يور كاستمرز اند يو كان ميك ات ايفن بيجر از ويل. من الاساسيات حتى هي ديال الجروث هاكين، كنهضروا انه ملي كتكون عندك الداتا سال الفيلم، سال الفيلم يعني ما تبقاش ما بقيتيش محتاج انك تكون عارف كل شيء. علاش؟ لانه لي ديسيزيون ديالك كجروث هاكر خصهم يكونوا بازي على الداتا، ماشي بازي برينسيبالمون على l'état émotionnel où tu te retrouves. Parce que nous savons que dans le cycle de vie de l'entrepreneur, il y a des choses qui sont sinusoïdales. L'ascenseur, l'ascenseur émotionnel qui est là, ok, il y a une période qui est comme ça, l'extase, l'euphorie, l'âge, quelque chose qui est magnifique, le chemin, le temps, le climat, les conditions, l'écosystème, le marché, etc. ملي كتكون في لو فون، كون تي توش لو فون ما كتاخذش دي ديسيزيون كي سون راسيونيل. دونك اوعر طريقه باش تكون راسيونيل هو تكون بازي على الداتا. والداتا باش تبازي عليها كاين واحد المبادئ، او كاين مبدا كنهضروا على ستاتستيكال سيغنيفيكانس. الوغ ستاتستيكال سيغنيفيكانس شنو كتفيزي؟ كتفيزي انه هذاك الريزولتا اللي وصلتي ليه داك التجربه اللي درتي، خصك تكون متاكد انه it's a fact not a coincidence. يعني ماشي داك الشيء جا بالزهر ولا بمحض الصدفه، مي داك الشيء راه سي فاكتويل سي كومزا. وهنايا كندخلوا في معادلات واكارتيب وتقريبا داك الشيء سي اسي سي اسي كومبليكي، ما غندخلوش فيه هذه المره. هذه كنهضروا اوسي على ميزوري لا بيرفورمانس، يعني لو لون ديال هذا sales funnel or the growth hacking funnel. Donc, you have to put KPIs to measure your performance. The A-B testing, c'est un must know, must do. Donc, A-B testing, c'est une façon de tester
كدير واحد لا فاريابل، كتفاري واحد البارامتر واحد وكتشوف الامباكت عليه. غير هو الاي بي تيستين راه بزاف الناس يمكن كيسهلوا هذا ولا كيبسطوا هذا المفهوم. وانا جو انفيت اسويغ واحد لو كور كاين في يودا سيتي على الاي بي تيستين، يودا سيتي ديال جوجل، شوف شحال ديال الماط وشحال ديال الحسابات وشحال ديال ستاتيستيك تبنوا في الاي بي تيستين، باسكو سي ريلاتيف، لانه انت يمكن بالنسبه لك غير اي بي، ولكن راه كاين شي وحدين تيمشيو للاي زي تيستين، دونك عرفتي راه شحال من بارامتر. نعطيك مثال، تقدر تلقى دابا جوجل نقولوا حنا غيتيستيو مثلا بالنسبه للمغرب، واش عزيز عليهم يشوفوا لك الزرق ولا الاحمر، غادي نقولوا حنا مثلا الزرق بلاصه الاحمر، ولكن هذاك الزرق شحال فيه من نيونس، غيمشيو معاك في داك الاي بي تيستين حتى لديك النيونس كي كوريسبون لهاد البيرسونا اللي كيرتاح فيها عينيه ولا الشوفه ديالو ولا جو سي با كوا، باش عاد يعرف شنو هي اليوزر اكسبيرينس اوبتيمال اللي خصو يعطيك. يعني هنايا سي با جوست فو با ليميتي هاد الشيء هذا غير ان شونجمون دو فاريابل واحد، راه نقدروا نشوف بليزيور فاريابل، و il y a beaucoup de calculs statistiques, il y a beaucoup de modélisation statistique derrière, il ne faut pas sous-estimer la chose. Quand il y a un leading variable ou lagging variable, donc leading variable est l'input que tu as fait, tu as fait un autre, les inputs de l'air, ou tu as fait un output, l'output est lagging variable. Alors, les growth hackers ne peuvent pas faire le lagging variable, l'output. Par contre, ils ont la main sur l'input, l'input est l'output que tu as fait. تبدل فيه شويه، وبالتالي سكيل افير سي ترافايي سور لين اناليتيكس، يعني الاناليتيكس ديالك خصهم يكونوا اوبتيميزي، ما تمشيش في دي شوز تري بوزي. دونك هنا فين كنهضروا على الفرق بين الكواليتاتيف اللي هما كيزومبل ميجيرابل كوانتيتاتيف، ستاتيستيكال سيغنيفيكانس كنهضروا على واحد لو شيفر، واحد لا ريغل، رول اوف ثام كيقولوا، انه على الاقل باش تهضر على ستاتيستيكال سيغنيفيكانس خص تكون عندك، خصها تكون دارت لوبجي ديال 1200 ملاحظه على الاقل، عاد نقدروا نهضروا نقولوا بانه هذاك الريزلت اللي وصلتي ليه راه ماشي بمحض الصدفه، ولكن اتس ا فاكت. والكي بي ايز كيف قلنا يو هاف تو كيب ات سيمبل، يعني مت يفو با تخوس كومبليكي لا في. وهن في الليدين فاريابلز كيف شرحت لكم اللي هما في الانبوت، خاصك كتبقى تلعب عليهم باش وكتكومباري الاوتبوت. يعني هنا ملي كتفاريابيليزي الليدين كتشوف الاوتبوت شنو كيعطيك، وخاصك تكون بلوس كتحاول تلقى كوريليشن ماشي الكوزيشن، كوزيشن سي لافاسيون كوزا افي، الكوريليشن سي العلاقه اللي كت بحال بغيتي تموديليزي l'impact de l'input à l'output. C'est le modèle. Il faut trouver un modèle ou le définir une courbe, mais c'est cause à effet. Il faut aller vraiment. On a quand même à la statistique. Aïssam, pour ce qui est de find and measure your leading variables, tu peux donner un exemple sur l'input ou l'output. تقدر تعطي ان اكزومبل هكذا باش شويه تكون الفكره يعني واضحه اكثر، باسكو سي كاين واحد لابارتي تيوري قاصحه بزاف هذا فهاد الشيء اللي قلت. داكور، دونك انت مثلا تقدر تقول غادي تبيع مثلا عندك ان برودوي ياك، نقولوا حنايا غادي تبيع بلاتي واحد الكاميرا، بغيتي تشوف هذيك الكاميرا بوحدها، بغيتي تشوف الكاميرا مع الزوم شنو غتعطيك الكاميرا زائد، ماشي كاكسيسوار. دونك هذيك الكاميرا تقدر تدخل في الفيتشرز ديالها، واش ديال 40 ميجا بيكسل ولا 32 ميجا بيكسل ولا هذا. مثلا الا درت 32 ميجا بيكسل واش كتباع بهذا الثمن، الاوتبوت هو شحال من واحد غادي يشري هذا مثلا، اوتبوت فهمتي، كاوتبوت c'est le nombre de ventes, maintenant le nombre de commandes, ça peut être un output. Il a dit caméra un peu plus petite ou dit la feature مختلفه شحال غادي تعطي، في النومبر دو كوموند. وهنايا نبقى نقلب على واحد العلاقه ما بين واحد الفيتشر ما بين النومبر دو كوموند، مثلا لا ريزولوشن، اسكو لا ريزولوشن
اي ديال الكاميرا الى طلع الى بدلتها الى طلعتها ولا هبطتها واش الى امباكت لو نومبر دو كوموند مثلا، فهمتي؟ هذا يقدر يكون كتلعب على انبوت، تقدر تكون عندك تلعب كانبوت واحد الاكسسوار، الى درت زدت ميكروفون ولا زدت زوم ولا زدت فلاش، واش هذا كي انفلونسي على البيع ولا لا؟ هذا هما لي دوك هنا الصعوبه. هذا مثال ديال الانبوت. اسمح لي عصام، هنا الصعوبه اللي كاينه سي كو لا فالوريزاسيون ديال الاوتبوت بدات. ها هنا كاين ان بروبليم، باسكو شنو هما لي زوتي اللي غادي يعطوك لا فالوريزاسيون ديال 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 الاوتبوت؟ لان دابا تكلمنا على الانبوت، واخا عندنا لي زيلم هنا علاش قلت انت فلول بانه عنده لا ما على الانبوت وما عندوش على الاوتبوت؟ علاش انا سولت؟ لا ما عندوش لا ما على الاوتبوت. لا الاوتبوت مثلا قلت لك هو لي كوموند. وي دونك هو كيفاش غادي يقدر يفالوريزي، كيفاش غادي يقدر يدير ليستيماسيون ديال الاوتبوت في هذا لوكا؟ هذا هنا كيشوف الصعوبه، كيشوف لو نومبر دو كوموند. انت دابا عندك ستور كتبيع مثلا كاميرا، لعبتي على الانبوت اللي لعبتي عليه مثلا، قلتي غادي نلعب على الفيتشر ديال على واحد وحده من لي فيتشرز اللي كاينين، وكتشوف نتايا هذاك الفيتشرز اللي لعبتي عليها واش كيأثروا في النومبر دو كوموند ولا لا، حيت الاوتبوت عندك مثلا هو لي كوموند. فوالا دونك انا كندوزو سوا كندوزو لواحد خلينا نقولو تيست، يعني تيست. واه سي ديكسبيريمونطاسيون، ابسوليمون سي ديكسبيريمونطاسيون، سي دي تيست. علاش كتيستي؟ باش كتعرف نتايا شنو هما الحوايج لي باغاميتر اللي كيانفلونسيو على الاوتبوت. اكزاكتوم داكور. ولي باغاميتر اللي كيانفلونسيو على لي اوتبوت اي سون سيتوي في الانبوت. انت هنا فين عندك انت فين كتلعب؟ نعطيك غير مثال، مثلا تقدر دير كاميرا ياك بوحدها بواحد الثمن غنقولوا $100، ودير كاميرا بلس بروجيكتور $100 وتشوف واش الناس كيشري، فهمتيني؟ بيتيتر كو هما او ميم بري ياك، واخا او ميم بري سا باغي بستان تيست سا باغي ان بو بيزار، ولكن بيتيتر كو هذيك الفيتشرز ديال البروجيكتور هي علاش كيقلبوا الناس، فهمتيني؟ دونك هذيك الا انفلونسي الاوتبوت، مشيتي من زيرو ولا من 10 مشيتي البلوس، تشوف؟ دونك هنا اتس اباوت اكسبيريمنتيشن، ماشي سي ليكسبيريمونطاسيون، كلشي يا با اون ريغل، ما كاينش اون ريغل كي تو دي هاد العلاقه بين هاد الانبوت وهي الامباكت ديالها على الاوتبوت. دونك انت كتيستي وكتيكسبيريمونتي، داكشي علاش كيقول لك فايند اند ميجر يور ليدين فاريبلز، خاصك تقلب عليهم. يعني انت ملي كتيكسبيريمونتي كتقلب شنو هما الحوايج اللي يقدروا يكون عندهم امباكت على الاوتبوت، اي او دو لا دو سا كتحاول تموديليزي العلاقه بيناتهم. وي سي با سي سي كلير. سي بون سي بون سي كلير. دوز لابري لي بوين اللي باقيين. الوغ و باغ لا سويت خاصك تعرف شنو هو الاهم متريك عندك، يعني واش سي لايف تايم كاستمر فاليو اللي كنا هضرنا عليها في داك الشيء ديال ستارت اب والبيزنس موديل، ولا كاين دوطخ ميتريكس اللي كيهموك؟ لانه كيهضرنا على النورث ستار ميتريك، الى انديسبونسابل. اسمح لي هذا سلايد معاود. الوغ هنا مثلا في هذا السلايد غنشوفوا لي سكو لابيل المايكرو كونفرجنس والماكرو كونفرجنس. كاين هادو باش سي توجور بارابور اخر سؤال ديال اهم ميتريك يقدر يكون عندك. وهنايا parmi les éléments de conversion كتلقى مثلا انسكريبسيون الميل، ولا شي واحد تيليشارجا شي ليفغ بلون شي وايت بيبر، ولا الى بارطاجي ان ارتيكل. كيما في الماكرو سي ميك بيرتشيز، ولا دار عمر شي فورمولير، ولا بدا هي ستارتد ا ترايل. دونك هادو سي دي زيتاب دو كونفرسيون. ومن بين الميتريكس مثلا اللي كنهضروا عليهم اللي يقدروا يكونوا مهمين، سا ديبون اوسي ديال لو تيب دو بيزنس. مثلا الا كنا في البيع والشراء، اهم متريك هو نمبرز اوف بيرشيزز، يعني نومبر دو كوموند. الا كنا في ان تروك كولابوراتيف، شي واحد الا كريا شي حاجه، الا كنا في ستاس سي لي انسكريبسيون، الا كنا في الميديا شي واحد قرا، ولا الا كونسومي شي حاجه كونسومي شي حاجه كرييتيها، الا كنا في الجيمين شي واحد لعب في ان جو كرييتيه، الا كنا في الاب شي واحد شرا ولا خدا هذا استعمل ولا شرا الابليكاسيون ديالو. على حسب دو بيزنس كتفوكاليز على واحد الميتريك. ندوزو دابا لهذيك المعادله الخطيره اللي كنسميوها الفاندامنتال جراوث ايكويشن. انا علاش بغيت نبين هذا الشيء؟ باش حتى الاودينس يفهموا بانه راه هذا الشيء فيه الحساب، دونك ماشي غير سي با ماشي خدمه دمغيه.
يعني هادشي ملي كندوزو الجروث وكندوزو الجروث هاكين راه يا دي كالكولافير يا دي ماتريكس يا دي شوز اناليز. انا مثلا الا شديتي انمان نيوز اللي هو سيت ان موديل دو سبسكريبشن، الفاندمنتال جروث ايكويشن عندهم هي كالتالي، كتلقى فيها الويب سايت ترافيك مضروب في الايميل كونفرجن ريت، مضروب في الاكتيف يوزر ريت، مضروب في الكونفرجن تو بيد سبسكرايبر، ياك هادشي كله بين قوسين زائد ريتينيد سبسكرايبر زائد ريسيركتد سبسكرايبرز، هذه كتعطيك سبسكرايبر ريفينيو جروث. داكور معايا سي مهند؟ انا هذه بالي الثانيه اللي غنعطيك غتعجبك بزاف حيت فيها اي باي. الوغ اي باي يا سيدي تا هما عندهم ليكواسيون ديالهم فيها النمبر اوف سيلرز ليستد ايتمز مضروبه في النمبر اوف ليستد ايتمز مضروبه في النمبر اوف بايرز مضروبه في النمبر اوف سكسسفول ترانزاكشن، كتعطيهم الجروس مارشندايز فوليوم جروث. الناس راه ما كيتفلاوش اخويا. امازون عاوتاني تيقول لك الفيرتيكال اكسبانشن مضروبه في برودكت انفنتوري بير فيرتيكال، مضروبه في ترافيك بير برودكت بيج، مضروبه في الكونفرشن تو بيرشيز، مضروبه في الافريج بيرشيز فاليو، مضروبه في ريبيت بيرشيز بيهيفير، كتعطيك ريفينيو جرام. ندوزو ياك ندوزو. بالتالي السلايد تا هو شفتو معاود الوغ غادي ندوزو دابا واحد الفريم ورك زوين. هذا الفريم ورك سميتو الاي سي اي سيستم، هو اللي كيخليك تدير واحد لوغ دو بريوريتي في لي في لي شوز اكسبيريمونتال، لانك عندك درتي بغيتي تلونسي لا كومباني د جروث هاكين ياك، ليستيتي الافكار بانوا لك لي شوز تيستي اكسبيريمونتي، ولكن خصك دير واحد ان سيستم دو نوتاسيون كتنوطي فيه هاد هاد لي بيست كتو ايدونتيفي باش تعرف باش تبدا، لانك ممكن تبدا بكل شيء. وهنايا كاين هاد الاي سي اي سيستم اللي هو امباكت كونفيدنس اند ايز، توجور شون ال اس هو اللي خرجو. دونك هي طريقه كيف قلت لك كترانكي بها الايدياز بيزد اون ذير بوتنشال امباكت، هاو كونفيدنس يو ار ذات ات ويل بي سكسسفول اند هاو ايزي ات از تو لونش. و طريقه منين كت كيفاش كتجبد بعدا داك الايديشن، دونك ديجا كتشوف ديما كتبدا بالداتا، دونك هذيك الداتا اللي جبدتي اللي هي كاليتاتيف كوانتيتاتيف هي اللي كتعطيك دوك الافكار اللي غادي ترانكيهم بالاي سي اي سيستم، ومن بعد عاد كتدخل في الاكسبيريمنت ديزاين، دونك كتي كونسوا الاكسبيريمنت ديالك وكتيستي. وهذا الرانكين ديال الايديشن اهم حاجه فيه هو كي قلت الامباكت، كتقول شنو هو الامباكت كتبونديريه، واش انت قادر لا شحال، والانتويسيون ديالك ولا الفيلينغ ديالك تجاه هذا الامباكت هذا وان هذا الاكسبيريمنت با ات ريوسي، واش انت قادر ديرو بدون تحقق هذا الشيء بلا مشاكل، يعني واش از ات ايزي جوين، يعني واش انت قادر تيستي هذا الشيء سون تو كاسي لي دون. اي لا مين تالي التستين ديالك خصك تكونسيديري غير الفايندينغز ذات بروف تو بي ديسيزيف وينز، يعني هذوك الاكسبيريمنت اللي كانوا مفرشخين ولا انكونكلوزيف ما عندك ما دير بهم، خصك تخدم وتقاد تعاود ادابتي لو سيكل ديالك ولا يو موف فورورد ولا يو موف التشانل ولا الايديا اخرى بيزد اون ديسيزيف وينز ماشي اكسبيريمنت اللي ما صدقش. حاجه اخرى كاينه سكون ابل جروث ليفرز، يعني كاين شي حوايج كاين ديال لوفي تقدر تستعملهم اوجوردي، دونك تي بو اتر دون دي بلاتفورم انتغريشنز، دين انتغري عندك دي بلاتفورم ولا دي بلوجين ولا دي شوز كي فونكسيون اللي عندهم داتا بزاف، اللي عندهم يوزر بيس بزاف وكي سون بروفن، باش كومسا تو غاني. هذا كاين انجينير يوزر جيت يوزر بحال دي بلاتفورم بحال لينكدين كي سون كونسو باش انهم يكونوا دون لا فيراليتي، لينكدين فيسبوك اكسيتيرا لا كونسيبسيون ديالهم كاين سون كونسو باش انهم يكونوا فيرال. دونك انت الا خدمتي بهذا لو لوفي ديال البلاتفورمز اللي داتا انجينير يوزر جيت يوزر كتقدر يكون عندك واحد لي دو فيراليتي. كاينين الفري تولز بيان سور، هاب سبوت كيعطي دي فري تولز les choses qui sont powered by، donc كتلقى دي زوتي لهذا.
ولا كدير الهندسه العكسيه ريفرس انجينير ساكسس، لانه كتلقى شي حاجه خدمات كي غيوسي دونك تقدر دير ريفرس انجينيرين ديالها وتخدم بها. هادو سي دي لوفي ديال دو كروسونس. هاد اللعيبه هادي عرفتي شكون اللي كاتبها؟ الكوفاوندر ديال واتساب. هادي سيت اون نوت اللي كتقول لك شنو هي سكيس كي افير لو سيكري دو ريوسيت دو واتساب. نو ادز نو جيمز نو جيميكس. هادشي علاش واتساب قدر يوصل داكشي اللي وصل ليه ويلا بو وشراتو فيسبوك 19 مليار دو دولار. الوغ هنا سي لا او واتساب a pu se différencier par rapport les autres produits et principalement can no cheap alternative to SMS and MMS messaging with no limits. الفيتشرز اللي كانوا مزيودين ديال الفوتو والفيديو والجروب تكستين ياك و سوبر سيمبل تو يوز، انه كتقدر تستعمل اكزيستين كونتاكت بوك ونو ريبيلدينغ اوف سوشيال جراف، زائد القضيه ديال كروس بلاتفورم يخدم في كاع لي بلاتفورم. ولكن لا سوس ماجيك سيتي سا سكي يافي با بوبليسيتي يافي با جو يافي غيان يعني با دانتروزيون. وزياده على انه في الاصل الفكره اللي جات لهذاك السيد ديال واتساب سي كان كيجوه الميسد كولز بزاف، دونك بغى يلقى شي حل لوك لي زابيل بيردو، دونك لقى هذه القضيه ديال تخلي ليه ميساج فوكال. هذا اوسي باغمي لي شوز كي اون في لا ريوسيت دو واتساب. مي لا ما غطيحش على هاد القضيه هادي الا ما كنتيش في اناليز كاليتاتيف، الا ما عرفتيش دخلتيش مع الكليون في لا بسيكولوجي ديالو، الا ما دريسيتيش البورتري بسيكولوجيك ديال الكاستمرز ديالك ما غاديش تقدر طيح، ما غاديش تمشي بهاد لو بون ديبا. هنا باش كنرجع لامبورطونس دو لاناليز كاليتاتيف. جروس هاكين از اباوت تيستين ات هاي تيمبو، يعني خصك تيستي بالزربه، لان ليرنين مور باي ليرنين فاستر از اولسو ذا جول اوف جروس هاكين بروسيس. هنا فين كاين the great benefit سي خصك تتعلم بالزربه ماشي بشويه، خصك تتعلم بالزربه بالزربه بالزربه. and the companies that grow the fastest are the ones that learn the fastest. وهنا the more experiments you run the more you learn، يعني ملي كتعلم بالزربه تي بي اكسبيريمونتي عاوتاني بالزربه وتعلم بالزربه ولا سيك ولا بوكل كتبقى غاده بحال هكا. دونك العامل ديال الهاي تيمبو عامل جد مهم. هنا عاوتاني غنشوفوا شي حوايج باش نقدروا تو انكريز كونفرجنس اترافير لو هاكين فانل. دونك تيقول لك ميك يور فانل اس فريكشنليس اس بوسيبل. هنا كنهضروا على الفريكشن. الفريكشن هما الاحتكاكات، هما لي باريير. مثلا كتدخل كتلقى شي واحد داير عنده واحد السبسكريبشن بلان ياك ودير لك واحد الفورمولير ما كيتسالاش، الناس كتلقى الناس كيدخلوا وتيخرجوا. دونك هاد لو بوين ديال الفورمولير ما كيتسالاش سي ان اليمون دو فريكسيون، دونك اي لومبيش لي جون دالي اون بروفوندور في داك لونطونوار دو كونفيرسيون. دونك يعني انت ما خص يكون داك الشيء ديالك كيدوز ليبريفي، يعني هذاك البروسيس ديال لا كونفيرسيون ديال لي كليون ديالك خص يكون كيدوز بواحد الطريقه سلسه، ماشي ريكابتشا هنايا وبلاتي واش انت روبو ماشي روبو، وعطيني سميت جدك وعطيني سميت خالتك وعطيني هذا وعطيني لي دوني بونكير ديالك مازال ما عنده ما عرف بيشري. انا كنعطيك انا امثله ديال دي زليمون دو فريكسيون. كاين واحد النقطه ديال كنسميوها دو فري لاين. هاد الفري لاين هي لا ليميت بين الفابور و سكيبي. انت بحال ملي كتقول للكليون كتقول لهم تراي بيفور باي، يعني كتعطيهم مثلا كتعطيهم ديغوستاسيون كتعطيهم يدوقوا شي حاجه يخدموا به، و تو ديفيني اون ليميت اونتر سكي بيون سكي غراتوي. مي هذا هو لو كونسيبت ديال يوز ذا فري لاين تو برينغ بيبل تو برينغ بيبل ان. يوز انكرز تو ميك بيبل فيل بيتر اباوت بيرشيزين. هنايا هاد الانكرز ولا لي زونكراج سي دي زيليمون دو بيرسواسيون. كتجي انت واحد لوقيته كتقول ليه راه في ان مومون دوني بيان بريسي اي سا سي ريزولتا دو تيست ديكسبيريمونطاسيون، ملي كدير
لي تيست ديالك وكتبقى تاكسبيريمونتي بزاف، كيكون عندك الداتا وكتعرف فوقاش غادي تخرج الواحد، راه عندك واحد ديسكاونت مثلا دابا ولا في تيل بيريود، ولا كتعطيه واحد، كاين واحد لي مومون بريسي فين الا درتي ليه شي اوفر مزيانه ولا شي ديسكاونت، هذا كيكون لو ريزولتا لا بروبابيليتي طالعه باش انه ياخذ. و اوسي parmi les techniques كنهضروا على الاكسبلودين اوفرز، يعني دوك لي ماسيف ديسكاونت، غير هو هنا ما خصناش نطيحوا في الخطا ديال انك انت كتعطي كتشوف اوفر خصها اونيكمون لي كليون جداد، وكتنسى لي كليون قدام كتكون دايرهم في كرشك، كتقول صافي راه هذوك راه دياولي جلي زي او جلي راهم دياولي سي دي زاكي، ولكن انا نركز غير على لي كليون اللي هما جداد. و اوسي على لاسبي ديال باندل جودز اند سيرفيسز تو ذا نيدز اوف تارجت بيرسونز، يعني هنا ملي يعني كتجروبي كتكون مثلا عندك البرودوي وكدير لهم لي برودوي اسوسيي ولا لي برودوي سوجيري ولا هذا، لانك انت دابا كونت تو ادريسي لو بروفيل ديال لو كليون وليتي كتعرفوا شنو باغي، دونك كتقدر تعطيه نتايا دي سوجيستيون كي سون ابروبريي دو برودوي اسوسيي ولا برودوي اكسسوار باش كدير الابسيلين ولا الكروسين. ندوزو دابا للمحور الثالث اللي هو لانجويج ماركت فيت. الوغ لانجويج ماركت فيت هذا كنت هضرت عليه حتى هو اون ديتاي في واحد المنشور، وعطيت كاع واحد الفريم ورك، و اتس اباوت هاو ويل ذا لانجويج يو يوز تو ديسكرايب اند ماركت يور برودكت اند ميك شور ذات يور برودكت ريزونيت ويز يور بيرسونا. لانه خصك هذاك الباير بيرسونا اترافير داك الاكويزيشن شانل توصل ليه الميساج بطريقه اللي كتناسبه هو، ما فيهاش اللبس، وكتوصل ليه انه لهذاك المنتوج ولا الخدمه ديالك it is a must have product or service. يعني طريقه سهله جدا. دونك نهضروا على لانجويج ماركت فيت، راه شي مرات نقدر نعطي واحد ليكزامبل. ستيف جوبز فاش بغى يلونسي الايبود دون لو طون، كان 70,000 فابريكون ديال ام بي 3 خدام حتى هو في لو ميم برينسيپ، حتى هما خدامين مخرجين لي ام بي 3 اكسيتيرا. دونك ستيف جوبز فاش جا يهضر على الايبود با اي سي ميم با كومباري لي ام بي 3 ولا لي فابريكون، ولا جلس كي بدا ديتاي في الفيتشرز، وهذا خسر عليهم جمله واحده، قال لهم imagine 1000 songs in your pocket ما هضر على ام بي 3، ما هضر على التكنولوجي، ما هضر على هاردوير، ما هضر على حتى شي حاجه، هضر على لا فالور الفاليو بروبوزيشن ديال البرودوي، اللي هو انت عندك 1000 ولا 10000، ما بقيتش عاقل على الرقم بالضبط، عندك 1000 ديسك جيبك صافي فركع الى تودي، الى ما احتاج لا يدخل لا في التكنيسيتي، لا حنا ابل، لا حنا كذا، لا حنا كذا، مي لا سيتي دو لانجويج ماركت فيت، سي ان لونغ، سي اون فراس كي بارلي او كليون اي لي كوموند اون تيكسبلوزي. دونك سي جوست بور فو دوني ان اكزامبل. واحد الحاجه حتى هي مزيانه للتذكير، انه 65% ديال البشريه اللي كاينه في العالم كتهضر ان لونغاج فيزوييل، ماشي فورسيمون ان لونغاج تيكستويال، ان لونغاج فيزوييل. داكشي علاش كنلقاو اهميه ديال بزاف المفاهيم، من بينهم اللاندين بيج، يوزر اكسبيرينس، لان يوزر اكسبيرينس بون الناس كنظن الاوديونس راهم عارفين شكون كنقصدو بيوزر اكسبيرينس، حتى هي راه كنت درت عليها واحد المنشور ديطايي. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش كتعريف، كاين ذا كومبينيشن اوف ايموشنز اند اوتكمز ذات ريزلت فروم ا بيرسون انجيجين وذ ا بارتيكولار برودكت سيستم اور سيرفيس. يعني سي لا كومبينيزون ديال المشاعر والاحاسيس والرياكشنز وكاع داكشي اللي كيديروا السيد وهو كيكتشف المنتوج ولا الخدمه ديالك. الفريكشن هضرنا عليها، ونرجع للتعريف ديالها في الجروث هاكين. دونك هما المشاكل اللي كيكونوا بالنسبه للمشاكل كي اما على مستوى الكوميونيكيشن ولا اليوزابيليتي ديال البرودكت، اللي كتنقص لك
في الكونفرشن ريت والريتنشن ريت بيان سور. وكيقول لك كاينه واحد المعادله جد بسيطه، تيقول لك ديزاير ماينس فريكشن ايكوالز ريتنشن. يعني الا بغيتي تطلع الريتنشن خاصك تماكسيميزي الديزاين تنقص الفريكشن، زعما سو ايزي. راه قلت لك الامريكان كيبسطوا داك الشيء لواحد الدرجه لا تتصور غير الا ما بغيتيش. فوالا. والانكرز هما اللي هضرنا عليهم في الصراحه، هاد السلايد خاصو يكون قبل من الاخر غاف. دونك هما the common human tendency to rely on the first piece of information offered. كنهضروا على على especially when making decisions. يعني كي قلنا كتجيبو كدير ليه لونكراج، يعني كتنغزو في لو بون مومون اللي انت عارفو انه بريديسبوزي باش يدير اون ديسيزيون اشون. فري لاين هضرنا عليها، دونك هنا فين كنهضروا على ليميت. والباند اللي انت هو هضرنا عليه، كيفاش نتيستيو لانجويج ماركت فيت. دونك كاين واحد المفهوم اللي هو الاكويزيشن كونتنت، انه كل شيء كاين الاكويزيشن شانل، ولكن هذاك الشانل كيدريني دي كونتينيو. داك الكونتينيو فيه الهيدلاينز والسنتنسز والكول تو اكشن والفيجوالز، هادشي كله الهدف ديالو هو انك يو ستارت ريليشن شيبس ويز نيو يوزرز. واحد القضيه نسيت ما هضرتش عليها، تفكرت دابا، كاينه واحد كيسميوها ال 8 seconds رول. هاد ال 8 seconds رول كتقول لك سيدي منين كيطيح عندك شي بروسبي سواء في الاب ديالك ولا في الويب سايت، عندك 8 سكوند باش انك توصل ليه الميساج باش انه يفهم شنو واقع. دونك هذا سي اون ريشيرش كي ايتي فيت دون سو سونس، كتقول لك سيدي 8 سكوند اللي عندك. اي بورتون في 2000 هاد لي ريشيرش اللي داروا دون سو سونس كانوا كيهضروا على 12 سكوند. دونك في 2000 كانت 12 سكوند، اوجوردي ولات 8 سكوند. دونك 8 سكوند داخل اللي عندك باش انك تفيكول الميساج اللي غادي يدوز في الاكويزيشن شانل. دونك كنا هضرنا على التعريف ديالو. كاين سوشيال بروف عصام هي وي وي. دونك هاد الاكوزيشن كونتنت تكلمنا على 8 سكوند ياك؟ لا 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 8 سكوند سي لا ريغل ديال لانجويج ماركت فيت. لانجويج ماركت فيت سي اون ريغل ديال 8 سكوند، يعني انه انت في 8 سكوند خاص الكليون يكون فهم بان هذاك البرودوي ماست هاف. بون هنا كنتكلموا على 8 سكوند، يعني كنتكلموا على ميساج، زعما كنتكلموا على ان ميساج اللي غادي يستقبلوا هذاك الشخص المستهدف ويستوعبوا، اولا جوست ديك هذاك الميساج اللي غادي يثير الانتباه ديالو باش يوقف ويكمل الميساج كومبلي. لان حاليا بحال مثلا دابا في الفيسبوك ما كنتكلموش على 8 سكوند، لان في لو مومون فاش كتكون كتهبط داك الكونتوني سواء ديال الفيسبوك اولا ديال غيره ولا لي ريزو سوسيو اون جينيرال، فاش كتكون دير سكرول داون ما عندكش 8 سكوند باش تقنع الكليون، باسكو سوا ديزون الكليون التارجت ديالك انه في المومون اللي كيكون هابط راه خص الميساج ديالك يطلع ليه في ديك 3 سكوند، ولا خاصو يكون ضربو للعين باش يوقف يشوف لك. وي ما عندك 8 سكوند سي لو ماكسيموم 8 سكوند، باسكو 8 سكوند في هذا الوقت اللي رحنا فيه كتبان بزاف، سي با زعما سي با ايفيدون ابسوليمون. حيت 8 سكوند سكي فو دير باش نفهموا على الميساج، الميساج راه ماشي فورسيمون خرجت لك واحد الاد شفتيها. الميساج فو دير اوسي دخلت لو سيت ويب ديالك وسكروليت، خصني في 8 سكوند نفهم انك انت شنو كتبيع، واش هذاك الشيء اللي كتبيع واش صالح لي، واش ماست هاف بور موا او با. فهمتي؟ ماشي فورسيمون الميساج سي الاد كوبي. فهمتي اش بغيت نقول؟ وي وي فهمتك. انا قلت لك زعما بالنسبه دابا لهذا الديسباتشينغ ديال الوقت الا بغينا نتكلموا عليه، لان الخدمه الكبيره اللي كدار هي في هذيك الاد مثلا باش كيدخلوا للسيت ديالك. باسكو اليوم باش تدخل للسيت ديالك كاين دو ميثود، سواء انه كيدخل للسيت ديالك باسكو لو كوني وهنا كيكون لاكسي ديريكت، اولا كيدوز ليه اترافير ان كانال دو ان كانال ميديا. وي وي الوغ بوغ فيسبوك انا راه غنعطيك واحد الفيتشر جديده ما عرفتش واش كتعرفها ولا لا، راه غادي ندوز لها دابا بوغ هاد لو كا ديال فيسبوك بالضبط. داكور داكور. مي اللي بغيت نوصل هو لا ريغ ديال لي 8 سكوند سي لو ماكسيموم دو طون اللي خاصك توصل فيه
خصك تقنع به الكليون سواء اترافير اد كوبي سواء اترافير لو تكست اللي راك كاتب في لاند سواء اترافير سكو تو بروبوز في لاندين بيج ديك الليد بيج ولا اللي راك داير بانه البرودوي ديالك از ماست هاف عندك ان ماكسيموم دو 8 سكوند هذه سي اون ريشيرش ساينتيفيك كي ا ايتي فيت دون سو سونس او في 2000 كانت 12 سكوند ودابا من 12 سكوند هبطنا ل 8 سكوند ساشون كو في 2000 الويب ماشي بحال اليوم في 2000 الناس كانت باقي كتقرا في 2000 دابا اليوم 2000 سيتي 12 سكوند aujourd'hui c'est 8 سكوند وي دونك ندوز لواحد المفهوم اللي هو قلت لك السوشيال بروف اللي هو كنهضروا على انه لايكس كيبان لك بانه سا مارش ان الناس كيخدموا بهذاك المنتوج ولا بهذاك البرودوي يعني يا اون بروف كوم كوا كيل سوا كاليتاتيف ولا كوانتيتاتيف اللي هي يوزد باي انديفيدوالز تو بريدكت تراست وورثينس اوف سامثينغ يعني هذاك المنتوج ماشي غير هضره خاويه ماشي غير دي بيبو الناس استعملوا داك الشيء و يل كونفيرم ولا يل كوسيون اكسيتيرا وي سا اترافير لي لايك لي كومنت شير ومام لي ريفيوز بالنسبه للي سيت ديريكت ملي كتدخل الباكس ديالك وي انا قلت لك نسيت على هذه انا كنهضر عليها ال 8 سيكندز رول دونك هنايا فين خصك باش تاسوري هاد ال 8 سيكندز رول انك تحترمها وما تخرجش عليها هنا فين كنهضر على الكاستمر انترفيوين باش برين ستورمين لانجويج ماركت فيت ايدياز باش تستيهم لانك انت ملي كتشانجي مع الكليون كتعرف شنو باغي يسمع ولا شنو باغي يعرف حيت نقدر انا نجيب واحد المنتوج جو سي با انا بالنسبه لي درون الاخر بالنسبه ليه قصديره ولا بالنسبه ليه كلمه درون كتخلعو دونك ما خصنيش نقول ليه درون خصني نقول ليه ان جوي فهمتي خصني نقول ليه جالوكا خصني نقول ليه جو سي با ان ديكور فولون ماشي درون فهمتي يعني هنا في هادو هما لي زاسبي ديال لانجويج ماركت فيت خصني نهضر مع السيد بان لونغاج اللي يقدر يستقبلو حنا راه كنهضروا على نفس الحاجه ولكن كنختار الكلمات ديالي وديما منين كنتيستيو وي لا لا والو والو بالتقديم ملي كنتيستيو خصنا نلقاو شنو هو لوبجيكتيف ديالنا ملي كندوزو بزاف ديال لي شانلز اكويزيشن شانلز لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نلقاو واحد الشانل صحيح اللي كيجيب لنا لو ماكسيموم دو تراكشن ولا دو كونفيرسيون وحاجه اخرى اللي هي شي مرات كتزقل انه هذاك الشانل اللي جاب لك بزاف خصك تميزي عليه هو اللي تميزي عليه ماشي تقول هذا جاب لي بزاف صافي راني عرفت راني فهمت من خدام دونك جيكسبلور حوايج اخرين نو هذاك لو شانل اللي جاب لك بزاف خصك توصل لا ساتوراسيون ديالو دونك يو نيد تو دابل داون اون واتس وركين هذا خطا كلاسيكي تيديروه شحال ديال الناس انه تي عند بالو صافي راه الماكسيموم اللي غيقدر يديرو هو هذا مي ما كتقدرش تعرف دونك ما كايناش الداتا انتي ما عندكش الانبوت والاوتبوت وما كتكومباريش لا كوريلاسيون ما تقدرش تعرف واش وصلتي للماكسيموم دونك توجور ميزي لو دوبل جيو دابا لهذيك اللعيبه اللي قلت لك ديال فيسبوك فور بيزنس ما عرفتش واش عرفتي هاد الفيتشرز دي سميتها دايناميك كرياتيف ادز هذه هاد الفيتشر عاد دارها فيسبوك في 2019 est basé sur du machine sur des deep sur du deep learning oui. machine learning alors head dynamic creative ads sont que dire il est cap c'est une option qui est capable de tester jusqu'à 30 variables yak fl ad dialk katvariabiliser les variables شنو هما مثلا l'image le headline texte حتى هو تلعب عليه yak oui باش ترتاح على la combinaison optimale بوحدها فهمتي سي ديناميك وي سان كروازمون ديال لي فاريابل اي دابا 30 فاريابل بكل وحده يعني راه الا درتي 30 في 30 فهمتي داكشي ديال البروبابيليتي كذا راه عرفتي شحال من بوسيبيليتي كتخرج وي اجوردي فيسبوك كيعطي هاد لوبسيون وي سي بازي سور دو لانتيليجونس ارتيفيسيال باش كتخرج لك بوحدها شنو هي لا كومبينيزون اوبتيمال دونك هادي باش نجاوبك حتى على هاد جو بونس كو هادي فيتشر ماشي بزاف ديال الناس اللي عارفينها مي هادشي صدر من 2019 وي دونك سي بازي سور دي انتيليجونس ارتيفيسيال
فوالا نجيو دابا للمحور الاخير اللي هو الجروث هاكين فانل. الفانل وهذا الفانل هذا راه كيشبه الفانل ديال السيلز فانل، دونك الاختلاف كاين في التاكتيكس كيفاش كتوصل. لان السيلز فانل تقدر تمشي في انشيما كلاسيك وانت عارف غادي تميزي في فيسبوك، غادي تميزي في جوجل اكسيتيرا، تي فوا ميتخ لي غرو مويان، تو سي تخي بيان كو تي فا كونفيرتيغ طون لان عندك لي شيفر، ولكن كون تي نا با لي غرو مويان ما كتلعبش مارش كبير، كتلعب قويت سات. كتلعب قويت سات ما كنخدموش باستراتيجي. وقال عن ابو هريره وعن ابي كذا وشنو قال هذا وشنو قال هذا، مي كنكونوا دون ليكسبيريمونطاسيون. ليكسبيريمونطاسيون هي اهم حاجه. الوغ اول فاز في لونتونوار هي الاكويزيشن ستيج. دونك هنايا فيرست فيز اوف ورك از ان سكيلين اب يور اكويزيشن اوف كاستمر شود بي ديفوتد تو اتشيفين تو اديشنال تايبس اوف فيت. ديما كنرجعوا التو تايبس اوف فيت في الاول في البدايه، وكنهضروا دائما وابدا على الرابيد فاير تيستين. يعني ديما خصك تيستي بالزربه وتعلم بالزربه وتيستي بالزربه وتعلم بالزربه باش تلقى شنو هما لي ميثود effective et efficient, يعني cost effective يعني qui coûte le moins et qui donne le plus de résultats, يعني effective باش انك to reach and engage your target market. دونك language market fit راه هضرنا عليه، لانك خصك تعرف تكومونيكي حيت هذاك اللانجويج ديالك هو ولا الكوبي رايتين ديالك هو اللي كيخليك باش كتبني العلاقه مع الكليون. لو فيكول هو الاكويزيشن شانل، ولكن اللينك كديرو بالكوبي رايتين ديالك، يعني راه اساسي انك تكون خادم على الكوبي رايتين لانجويج ماركت فيت. الا قلتي هذه راه ما غاديش تزيد امور. ومع اللانجويج ماركت فيت كنهضروا على تشانل برودكت فيت اوسي. دونك ديما الفيت كل مره نلقاو شي حاجه فيت، شي حاجه اكس زي فيت. وتشانل برودكت فيت سي بلوس ليا الافكتيفنس والكوست، يعني كنهضروا على الكوست افيشنسي والافكتيفنس ديال هذاك الشانل اللي غيعطيك داك الاودينس، كيوصلك الاودينس اللي بغيتي باقل تكلفه وبطريقه فعاله بالنسبه لهذاك البرودوي ديالك. دابا غادي ندوزوا لواحد واحد غنسميوه واحد البروسيس باش انك تهاكي الاكويزيشن. دونك اول ستيب عندك هو خصك تكرافتي الفاست كامبينين ميساج، يعني داك الشيء اللي هضرنا عليه ديال لانجويج ماركت فيت وديال 8 سيكندز رول. دونك خص يكون داك الشيء بالزربه الميساج كيوصل ويكون كامبينين، يعني كيهضر مع الكليان. هذه هي كامبينين ميساج، كيخليه يسمع داك الشيء اللي بغى يسمع باش يعرف بان المنتوج ديالك هي ماست هاف برودكت. ستارت سمول، يعني ما تكثرش في لي زيبوتيز، ما تكثرش في لي بارامتر، بدا بشويه بشويه وعاد من بعد دوز لي زيبوتيز. وهنايا كيقول لك لانجويج فيت هيلبس هون يور برودكتس نوت جاست يور براندين، لانه الى سا سوبوز مثلا انت في اللانجويج ماركت فيت تحتي على واحد لا فورمولاسيون اللي خدامه، ياك؟ وهذيك لا فورمولاسيون تقدر الا بغيتي تتبعها غادي خصك تي دو ابورتي دي موديفيكاسيون ا طون برودوي. لانك انت دابا قلتي هذا المنتوج وصلتي ليه اون فراز اللي كتهضر على واحد فاليو بروبوزيشن، وشي مرات هذيك الفاليو بروبوزيشن ان امبليك انك تي دو ابورتي دي موديفيكاسيون للبرودوي ديالك. راه خصك تموديفي البرودوي حيت هذاك هي الطريقه الوحيده باش انك تبيع شي حاجه اللي خدامه، باش انك تبيع لهذوك الكاستمرز ديالك. وهنايا فين كنرجعوا لذاك السكيلز اللي قلنا ديال البرودكت ديفلوبمنت والانجينيرين اللي خصهم يكونوا معاك، لانك الا اضطريتي انه تبدل البرودوي ديالك خص يكون معاك في التيم شي واحد اللي قادر انه يابورتي دوك لي موديفيكاسيون البرودوي ديالك. وماشي غير البراندين، راه اللانجويج ماركت فيس دي فوا يل فورس لا ريفونس دو برودوي، لانك انت خصك تبيع شي حاجه اللي الناس غادي يشريوها، ماشي تبيع شي حاجه اللي انت بوحدك كتامن بها. سي ديال ليو دو موديفي لو برودوي ولا دو 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 دافوار ان انسيدونس على البراندين ديالك سا دو سويف. شانل فيت از نوت لايك بورتفوليو مانجمنت، هي الهضره اللي هضرنا توتالوغ انه منين كتلقى شي شانل اللي خدام خصك دابل داون، خصك دبل داون فيه، خصك تميزي فيه لو دوبل.
ماشي دير بحال ديك لا لوجيك ديال الانفستيسور اللي خصو يبلاسي فلوسو ويديفيرسيفيا باش كذا. انه شي مرات كاونتربريز ولا كستارت اب اذا لقيتي تراكشن شانل خدام لك واحد راه تو ديجا غانيون. يعني راه شي مرات راه واحد كي هو كيجيب لك كل شيء، كيجيب لك تقريبا كل شيء، ما كتحتاجش لواحد اخرين، غير هو ليكسبيريمونطاسيون كطلب منك انك تجرب. ولكن ملي كتوصل لذاك داك الشانل اللي هو سوليد اللي هو كيجيب لك الماكس، راه غالبا هذاك هو اللي راه خصك تميزي عليه بالماكسيموم. يعني ما تكونش في اللوجيك ديال ديفيرسيفيكاسيون. ناروند فيلد هنا فين خصك ادابتي دافونتاج لو تيب دو كونتوني، داك الاكويزيشن كونتنت اللي شفناه على حسب الشانل كاتيجوري. لانه اذا كنتي واش كنتي في الورد اوف ماوث ولا كنتي في البيد ولا كنتي في لوتختي متعاقل يعني في لا الورد اوف ماوث في الفايرال ولا اختي في الفايرال باردون، خصك تادابتي الكونتنت ديالك على حسب لانجويج ماركت فيت باغ كاتيجوري دو شانل. دونك لا سويت هنايا كيقول لك ميكين فيرست كات، يعني خصك aussi و ان مومون دوني خصك تحبس في ليكسبيريمونطاسيون في سيغتان شانيل. فاش كتلقى داك لو شانيل اللي هو كيدرايفي لك الماكسيموم ديال الجروث. و هنايا في الاكسبيريمنتال باش توصل للفيت، هنايا فين عندك دي زيليمون اللي كت كي كونديسيون انك وصلتي للشانيل برودكت فيت، هما الكوست والتارجيتين والكونترول والانبوت تايم والاوتبوت تايم والسكيلين. دونك هادو هما لي زيليمون اللي كي كونديسيونيو واش هذا هو علاش تعول لو شانيل الكانال اللي غادي تعول عليه. دونك هادو هما لي بارامتر ا كونسيديري. بيان سور يفو بريوريزي لي كانو دو ديستريبيوسيون هما اللي كيتوشيو لو كليون هذا. Et une fois que tu sors de l'étape, c'est que tu devais la phase de l'optimisation. Il y a toujours les paramètres que tu peux optimiser l'expérimentation. Mais n'empêche que tu dois aussi toujours essayer de nouvelles choses. Faire le channel. Je ne sais pas si essayer de nouvelles choses en tant que another acquisition channel. Tu peux faire le channel de l'acquisition channel. Alors, quand tu sors de ce niveau, كدوز ل سكون ابل ديزاين كاستمر لوبس. هاد كاستمر لوبس هي الاوتوماتيزاسيون، كتبدا اوتوماتيزي. وهنايا كتخدم على توسكي وورد اوف ماوث، باش كتخدم برينسيبالمون على وورد اوف ماوث، انه توسكي فيرال ولا لي كليون كيبداو يبارطاجيو ولا ريكومونديو ولا لايكيو. وكتخدم مثلا على انسترومنتد فايراليتي. هاد الانسترومنتد فايراليتي بحال كتلقى مثلا فيسبوك il est conçu pour être dans de l'instrumented virality à travers les options ديال الشير واللايك وهذا. دونك il est conçu pour ça. دونك تقدر تخدم على دي بلاتفورم بحال هكا باش انك تربح هاد لي في و ميم طون تشوف على لي في دو ريزو. لانه ملي كون تو توش ان كليون، هذاك لو كليون الى ان ريزو، دونك tu as des chances et des probabilités انه يهضر عليك ولا يريكومونديك ولا يشاريك ولا يلايكيك ولا يريتيك اكسيتيرا. وهنايا ولا بد من الانسنتيفز. دونك مره خصك تكري واحد الانسنتيف اللي هو اون سينيرجي افيك يور برودكتس فاليو، لان ديما الكاستمر دي ار لوكين فور انسنتيفز، دي لايك انسنتيفز. اند تقدر دير ان الميك انفايت تو شير en tant que partie intégrée of the user experience. Mais chez غير شي حاجه اللي غتزاد، مي يعني انت tu conçois ton expérience utilisateur de telle façon à ce que le client il finit par partager ou le recommander ton produit. Donc هنا كندخلوا السكيل ديال الانجينيرين اللي خصو يكون معاك، لانك انت ا مومون دوني خصك في الكاستمر جورني تعرف فين تحط داك ليليمون دو بارطاج و دو شيرين. Et là, c'est des expérimentations, c'est des tests. Tu ne sais pas où tu mets le nas ou le khar ou le wass. Donc, à travers l'expérimentation, tu sais où tu mets le point. Et you have to make sure that the invitees are given a good experience. Mais si tu invites quelqu'un, il y a un UX qui va être un peu. Mais bon, il faudra vraiment prendre soin des gens qui ont été invités par d'autres. De telle façon à ce qu'ils ne regrettent pas le fait qu'ils ont eu l'invite.
هذا سي بحال قلتي ان بروسيس اي ديما اكسبيريمنت اكسبيريمنت اكسبيريمنت. هادشي كنهضروا غير على الاكويزيشن. دابا غندوزو دوزيام فاز اللي هي عصام الاكتيفيشن. عصام ترجع وي للشيما، ترجع للشيما ديال الفانل اللي كنت افيشيتو هذيك داكور باش نعرفوا اكل نيفو راه حنا واصلين. دوزيام فاز كاين 5 فاز، كاين 5 لي فاز، كاين 1 2 3 4 5. كنا في الاكويزيشن يعني عاد في لا بريمير. دابا غندوزو كاين الاكتيفيشن وكاين الريتنشن وكاين الريفينيو وكاين الريفيرال. داكور ريفيرال دابا راه ديما كنخلي لو تيتغ هنايا. دونك حنا دابا في لا دوزيام فاز اللي هي الاكويزيشن. لا اسمح لي، دزنا الاكويزيشن دزنا الاكتيفيشن. دونك الاكتيفيشن دابا هبطنا في الفانل. الوغ هذه واحد يا دي دوني كي سون تري فرابونت. تيقول لك اسيدي بلي 98% ديال الترافيك ديال لي سيت ويب ما كيأديش لاكتيفاسيون، وغالبا لي زابليكاسيون موبيل تقريبا 80% ديال لي زوتيليزاتور ديالهم كيمشيو ابخي 3 جور. هنا باش نبين لك ان لو طو داكتيفاسيون زعما قليل، يعني كنهضروا مثلا في السيت ويب كتهضر على 2% على حسب هاد لي شيفر هذا، وعلى 20% على حسب لي جون كي انستال لي زابليكاسيون. وكيقول لك يا با دو فورمول ماجيك باش تو امبروف اكتيفيشن، فهمتي؟ هنا خصك لي زيفور ديالك ماست بي تايلور سبيسيفيكالي تو يور برودكت، وال يور ايدياز فور اكسبيريمنتيشن شول بي اسبايرد باي اناليسيس اوف يور سبيسيفيك داتا. هنا ديما الاكسبيريمونطاسيون داتا وعلاش، وتبوز لي كيستيون كومون سا سباس اكسيتيرا. مي اون فا فير اوسي واحد واحد لو بروسيس. دونك اول ستيب تيقول لك مابين ذا رود تو ذا اها مومنت. هذاك الاها مومنت هو اللي هضرنا عليه، انك تي دو ايدونتيفي في الكاستمر جورني، يعني هو كي هو عايش اللحظه مع المنتوج ديالك ولا الخدمه ديالك. خصك تعرف فين هما لي مومون اللي كيقول الي كونسيون اي بيرسوادي بان انت البرودوي ديالك ريبون ا سون بوزوان. يعني هادو هما المومون اللي هما الاها مومنت. هذاك الاها مومنت خاصك تيدونتيفيه في الكاستمر جورني في اين بلاصه كاين. وهنايا فين كتبدا تدخل في لا بارتي فانل ريبورت، لانك خاصك تراكي الكونفرسيون، حيت من اكويزيشن لاكتيفيشن دخلنا في لي كونفرسيون، لانك هبطنا في لونطونوا هبطنا في الفانل دخلنا في الكونفرسيون. هنايا فين خاصك تراكي الكونفرسيونز اند دروب اوفز وعلاش، وفي من بين الطرق باش تفهم علاش الناس علاش عندك تشيرن ريت ولا البيرن ولا الباونس ريت طالعه، انك خصك يفوك تو سافوار انتراجير افيك لي 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 زوتيليزاتور. دونك برينسيبالمون سي اترافير دي كيستيونير، دونك لي سيرفي ديال دوز اند دونتس. عارف علاش كيس كي ديرونج لي جون، كيس كي لي بوس ا ابوندوني ولا ا بارتير. Et là, il faut vraiment être très persistant et très persévérant. Il y a ma persévérité, je suis en Ou le mouchkil SSI qui vous dit que les frictions. Donc, si tu as les frictions, il faut les limiter ou les éliminer. Il y a l'équation de desire minus friction equals conversion rate. Ou bien les techniques ou les tactiques, il y a éliminer les frictions. Maintenant, il faut simplifier le. هذا انسكريبسيون، كدير داك سينجل ساين اون، ما كتكثرش عليه باش انه يكون انسكري، ما كطلبش منه بزاف، كطلب منه غير لادريس ميل، ما عندك ما دير سميتو تليفونو ولادريس باش تعشى البارح وداك الشيء. هذا امثله زعما سي امثله بازيك. وكيقول لك عاوتاني ندير لي تكنيك. الا لاحظت دابا هذوك لي زابون ما كينطلبوش في الفورمولير دانسكريبسيون، كيطلب لك الايميل والمود باس دخلوا جوج المرات سي تو. ابري فاش كتدخل الانترفاس، فاش كتدخل الانترفاس كتعمر لي زانفورماسيون الاخرين على خاطرك. إيه ولكن راه باقي كتلقى شي واحد عندنا مازال كيطلب لك انا المدني، كيطلب لك نيميرو د لاكارت ناسيونال، ويطلب لك فهمتي. ما عارفش علاش لي جون لا سانسكريف با. Il veut dès le départ avoir le maximum alors qu'il y a pas un give back. ما عطيتيهش شي حاجه باش يعطيك هو هذيك الانفورماسيون. راه دي فوا ميم لو نون ديالو ما عندك ما دير به. اهم حاجه عندك هي الايميل. الايميل اكزاكتو الايميل اهم حاجه عندك هي الايميل. سميت واش غادي دير بها؟ ومن بعد عاد تحتاج ان عندك الايميل تي بو ديكلونسي ريليشن شيب معاه، نيوزليتر،
واش تطلبوا دابا الانسكريبسيون دي اهم حاجه، من بعد كتدخل معاه في الاوبتين كتدوزوا على البروسيدور ديال الفاليداسيون ولا الكونفيرماسيون صاي، اون فوا كي كونفيرمي راه دخل للنيوز ليتر وصافي، راه دخل في لا ليست وراه بلاك ليست بلوتو وايت ليست. فوالا وعندك ديك فليبين ذا فانل حتى هي سيت اون تاكتيك، هاد فليبين ذا فانل بحال كتكور سيركويتي كتقلب الفانل، يعني كدوزو نيشان ليطاب الاخرى، هي ملي كتعطيه ذاك الفري لاين كتعطيه نيشان يتيستي، نيشان كدوزو الاخر كتقول لي هات انا عطيتك 7 جوغ ولا 15 جوغ فول فيتشرز جرب مع راسك، هنا كتقلب تيشونج لو بروسيس، كدوزو نيشان كتجي معاه الاخر. دابا كاع داك الشعب اللي كتكون فيزيه في الطوب ديال الفانل في لا بريمير ايتاب كتقلب كتدخلو كامل لهذاك الفم ديال فوالا فوالا كلشي كيجرب مي توجور ليكسبيريمونطاسيون فوالا كتقلب الفانل كليبين دو فانل كتقلبو كتقول ليه انا غادي نعطيك نيشان كتربح الوقت، نيشان الاخر كتربح الوقت بزاف. دونك بالنسبه للاكتيفيشن كاين حتى واحد النقطه جديده شي شويه، سي اوبتمايزين ذا نوكس، الناس كيسمعوا اليو اكس ولكن راه كاين نوكس من غير اليو اكس، سي ذا نيو يوزر اكسبيرينس. الو هاد النيو يوزر اكسبيرينس هي اللي كديكلونشا مني كترانسفورمي، ما تيبقاش السيد في التوب اوف ذا فانل تيولي عندك الوسط، دونك انت ديك الساعه كتولي تري سبيسيفيك معاه، ما يمكنش غتعاملو ك يوتيليزاتور لوندا، دابا راه داز الدوزيام فاز دونك خصك تعاود ادابتي ليه اليوزر اكسبيرينس على حساب ليطا، على حساب لا فاز فين واصل هو في الفاضل، وهنايا فين كتشوي بلوس دو كوميونيكيشن ريليفنس وكتبين ليه الفاليو اوف ذا برودكت والكلير كول تو اكشن، كتعقيل كتسديه كتقول ليه شوف شاف كليكي هنا كليكي على باي كليكي على بورتشيز كليكي على سبسكرايب، دونك خص يكون كلير كول تو اكشن، كتكون جينيرالمون كيكون بري ديسبوزي باش انه يدوز لا فاز اخرى. دونك لوبتيميزاسيون توجور، دونك ديما بوش اند بول مع الفريكشن، خصك تعرف لي بوين دو فريكسيون عندك فين كاينين وفين غادي اكن نيفو، يفو اونلفي اي سوبريمي لي فريكسيون، ولا لي فريكسيون كيف نقولوا كاين واحد البوزيتيف فريكشن، كاين لا فريكسيون نيجاتيف كاين حتى لا فريكسيون بوزيتيف، وهذيك لا فريكسيون بوزيتيف اي بيان باسكو كتدخل في لا بسيكولوجي دو بيرسواسيون. نعطيك مثال صحاب الجيمين، انت باش كتجي تلعب شي جو خاصك تعرف لي ريغل دو جو، صافي ودي فوا ديك لي ريغل دو جو راه تيمرضوك راه باش تجلس تقرا دي ريغل دو جو، كدير بلاصتك من داك لو جو كازينو، دونك سا سي ان بوين دو فريكسيون، انك خاصك تعرف لي ريغل دو جو اون اونتي عاد تبدا تلعب. دونك الناس ديال الجيمين شنو كيديروا؟ كيديروا لك توتوريال بواحد الطريقه اللي ما كتملش انك كتلقاه هذوك لي ريغل دو جو تيعطيهم لك سو فورم دو جو ولا سو فورم دان توتوريال اللي انت ما كتملش فيه، دونك هنايا كتدخل هذيك لا فريكسيون كتكون بوزيتيف باسكو انت يا اون ميم طون تو ابرون لي ريغل دو جو اي اون ميم طون كتزيد تدخل كتزيد تعمق في لو جو، يعني داك الوسط الفانل ما خرجتيش اي اون ميم طون اي تي انديسبونسابل انك تعرف لي ريغل دو جو، دونك هذا سي ان اكزومبل دو 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 فريكسيون بوزيتيف. ومنين كتكون في لاكتيفاسيون خصك عاوتاني ديزايني اون باراليل سكون ابل ليرن فلو، لانه الكليون خصو على فوا يفهم المنتوج ديالك انه ماست هاف، على فوا يعرف بزاف ديال المعلومات على 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 المنتوج ديالك والفيتشرز وشنو يقدر يدير به او دولا. رجعوا لذاك لاسبي اللي هضرت لك على البيسك نيتس واللاتنت نيتس، دونك يفهم دي فوا انه حتى دوك اللاتنت نيتس اللي عنده يقدر يجاوب عليهم هذا، اي اون ميم طون حتى انت اللون فلو كيعلمك نتايا كتزيد تعمق في لابسيكولوجي ديال لو كليون ديالك. وهنايا كيجي ودوك لي كيستيونير والسيرفيز كيقول لك عندهم دور مهم، لانهم كيعطيوك دي زانديكاتور كاليتاتيف بحال ديك الهيلو بار، و اون جينيرال لي كونسيي دافوار واحد 5 كيستيون ماكسيموم، وكل كيستيون كتعطي عليها
des propositions de réponse sous forme de QCM, donc Multiple Choice Questions, ou ما تفوتش أربعة. Donc, هذا هو le, بحال قلتي, une sorte de règle, donc 5 questions, 4 réponses pour chaque question sous forme de QCM. Ou le gamification aussi, c'est un aspect, باش انك تهاكي الجراوند, انك ديما تهاكي pardon, l'activation, لانك ديما, le principe de gamification هو انه بنادم كيزيد القدام وتيربح. كل ما زدتي tu as un reward, donc c'est un jeu avec une récompense à la fin. و ins and outs of triggers هنايا فين كتدخل في الـ في الـ في الـ اي حاجه اي ديكلونشور دونك تريجرز سي ديكلونشور اللي يقدر يديكلونشي لا ديسيزيون اش مثلا نوتيفيكاسيون في موبيل ايميل اد كوبي كتطلع عليه ريتارجيتين اكسيتيرا دونك هادو كاملين سي دي تريجرز اللي خصك تعرف فوقاش بلاصيهم حيت كاين واحد الموديل كيزابيل فوغ بيهيفيورال موديل اللي يهضر لك على الموتيفيشن لا كورب ديال على ان داك تريجرز خصو يتبوزيسيونا في لو مومون او لا موتيفاسيون بور اشتي لو برودوي كوريسبون اون طون ريال على بوسيبيليتي دو لاشتي ولا على بريز دو ديسيزيون كاين واحد الموديل ما ندخلش في هذا لو ديتاي مي جو لي ماركي ايسي سي جوست بور دير كو هادشي كله راه هي دي ريشيرش دونك بسيكولوجيك كي سون فيت دون سو سونس كي بروف هاد لي زيليمون. زاد دابا الوسط ديال الفانل دونك زاد لا ثوازيام فاز اللي هي ريتينشن تيقول لك اكويزيشن اكسبنسيف ريتينشن از نوت لانه الاكويزيشن خسرتي عليها بزاف ديال الفلوس داكوغ ابخي شفنا شحال ديال الاكسبيريمونطاسيون شحال ديال التيستين شحال ديال هذا باش لقيتي داك الفانل اللي تعول عليه ميزيتي تما جاو درتي لانجويج ماركت فيت تحطي عليه دخلوا دي كليون tu as converti واحد لو نوم اي فو لي روتينير الوغ اصلا بعدا الاساس لا ريزون دتر ديال بيزنس راه كان قالها بيتر دراكر parmi les papes ديال entrepreneurship قال لك سيدي ذات purpose of business is to create and keep a customer. Donc, head keep customer, c'est un élément indispensable pour le cycle de vie d'une entreprise. Ok, un site, c'est Marco Protano. Marco Protano, donc c'est l'une des références au monde dans le marketing. C'est un MBA, l'école des ports. نزاد واحد الكلمه على هذا السطر هذا شنو قال لك سيدي the only purpose of business is to create and keep profitable customer زاد هذا ديال الكاستمر زاد عليها profitable دونك حتى انا جو سوي دو ميم افي دونك il faudra vraiment يعني prioriser الكاستمر اللي هو profitable وغادي نهضروا على زومبي كاستمرز غنهضروا عليهم في واحد السلايد نيت في هذا السلايد شونس ديال ريتينشن وهنايا كيقول لك سيدي high retention is generally the deciding factor in achieving strong profitability for any kind of company انك انت خسرتي مع شحال باش تجيب واحد الكليون دونك راه معاك تو غاني لارجون افيك لوي دونك انت لوبجيكتيف ديالك خصو يبقى معاك ما خصوش يفلت وهنايا فين كنهضروا على الكومباوندين فاليو اوف ريتينشن لانه ما حدو معاك ما حد كتدخل معاه الفلوس ما حدو كيعطيك داتا ما حد كتعلم كتفهم شنو باغي هو دونك شنو باغي داك البيرسونال جروب اللي كيمثل هو ما حد كتادابتي طون برودوي وهنايا هنا فين كدير داك الهومين ان اون بيست بيتس فاست هنا فين خصك اشاك فوا كتادابتي ا طون نيفو لانه ملي كتكون عندك واحد الكاستمر اللي هو جالس معاك وخدام معاك دونك ديما خصك تادابتي ا طون نيفو و ريتينشن عندها سي 3 فاز برينسيبالمون كاينه لا فاز انيسيال لا فاز ا موين تيرم ولا فاز ا لون تيرم لا فاز انيسيال هي فين كتركز على انه الكليون خصو يكون كيقول بانه المنتوج ديالك از ا ماست هاف برودكت لا فاز ا موين تيرم ملي كتولي خصك ديفلوبي عنده هابيت يو كرييت ا هابيت عند الكليون باش كيولي نتايا الا بغى يدير شي حاجه خصو يستعمل
البرودوي ديالك، تيولي البرودوي ديالك بيس اوف مايند. واللون تيرم هنا فين كتبقى انت خدام معاه، ف البرودوي ديالك تي ايفولي سولون لي بيزوان ديالو، يعني هو ما حد لي بيزوان ديالو كي ايفولي، وما حد انت كتبروبوزي دي فيتشرز اللي هو كي ريبوند لو بيزوان ديالو، دونك كتمشي معاه مع ليفولوسيون ديالو. وهنا في التكتيك ديال الريتنشن كيقول لك ايدنتيفاي اند تشارت يور كوهورت، يعني هذوك لي جروب اللي شديتي انت شادهم خاصك تيدونتيفيهم وتحطهم عندك في سيغمونتيهم، يعني ولا سيغمونتاسيون هنا تقدر تكون مختلفه على سيغمونتاسيون ديال الباير بيرسونال، لانه يقدروا يكونوا دي كوريلاسيون، يكونوا شي علاقات انتر بيرسونال خصهم يبانوا لك اترافير دي زاناليز ديالك ودي ماتريكس ديالك. اي دو لا يفو كونستخوير لي زابيتود، دونك بيلدين هابيتس از ا ماست. وكتعطي عاوتاني الريوردز، دونك الريوردز كاين جوج الانواع، كاين تانجيبل وكاين اكسبيرينشال. لانه تانجيبل هو بحال اللي كتعطيه مثلا ديسكاونت داكوغ، مي الاكسبيرينشال ماشي بالضروره ديسكاونت، بحال فاش كتجيك كتكون عندك يوتيوب لاشين ديالك وتتوصل لميل ولا دي ميل سبسكرايبرز، وكيصيفط لك يوتيوب شي تيصيفط لك واحد الميل دي فيليسيتاسيون تيقول لك راك ربح، راك وصلتي لواحد المايلستون، دونك اتس ريوارد، وانت كتوصل كتحس بواحد ان سورت دو ساتيسفاكسيون اللي ماشي مونيتيزابل. دونك هنا فين كتدخل في الاكسبيرينشال، ماشي بالضروره في هذا، ولا ملي كيجي فيسبوك تعرف يبارطاجي لك دي سوفنير، تيصاوب لك شي فيديو يكومبوزيها بالتصاور ديالك بدو تيكست افيك دي انتيليجونس ارتيفيسيال وتعطيها لك، تي اوفر تي يعطيها لك كادو. دونك هنا سي دو ريورد، لا سي دو ليكسبيريانشال، ماشي دو تانجيبل. عصام في الاكسبيريانشال مثلا عندك ان سيت فيه بليزيور بلون دابونمون، واش الا طلعت ليه مثلا من البلون اللي راه فيه البلون سوبيريور اش كيتسمى داك اكسبيريانشال ولا تانجيبل؟ لا تانجيبل، هذا تانجيبل، لانك انت بحال عطيتيه ديسكاونت، ما عطيتنيش ديسكاونت ولكن طلعتيه بلا ما يزيد يخلص، يعني عنده ان بلون مثلا بريميوم طلعتيه ان بلون بلاتينيوم و سي با، يعني ما خلص لا دي ورا غير مي ديسكاونت، مي بحال عطيتيه ديسكاونت حيت ما خلصش، حيت هي ميد سيفينز، فهمتي الا في دي زيكونومي معاك افيك سا، دونك تانجيبل سي بون. سي تانجيبل اكسبيريونسيال، لا علاقه له بالفلوس. وي ما لان مثلا كي قلت لك سيغ فيسبوك تي باي ريان، ولكن مره كي ريوردك يوتيوب لا ميم شوز، مره كي ريوردك اكسبيريونسيال لا علاقه له ب يعني ملي كتوصل مثلا 100 ميل يوتيوب كتعطيك هذاك الدرع ولا هذاك فوالا سان سي اكسبيريونسيال. وي سي كلير. وهنا كنهضروا على الانسنتيف ماركت فيت، وبارمي لي استراتيجي اللي كنلقاوهم استراتيجي كلاسيك بلوز او موان، كتلقى داك لو بروغرام دي زامباسادور، دونك براند امباسادور بروغرامز، لان بحال داك لي بروغرام ديال لي ايفانجيليس ديال المارك ديالك تدير لهم شي بروغرام سبيسيفيك، او تي ريكوني الاتشيفمنتس، ريكوغنيشن اوف اتشيفمنتس مثلا، بحال اللي هضرنا على هاد التخربيق ديال الدرع، ولا كتعطيه بادج سوبر فولوور ولا سوبر، فهمتي كتلقى دوك لي بادج ديال exactement super follower super fan je sais pas quoi exactement voilà la personnalisation de la relation parce que c'est important لانه يقول لك before the digital age we were seeing هذا in every individual a customer ولكن دابا with the digital age we are seeing in every customer an individual. يعني سي لانفيرس اجوردي اون اي بلوس دون دو كاستمايزيشن، خصك تكون في لا بيرسوناليزاسيون واحد بواحد، لان اجوردي لي ميكانيزم لي الغوريثم تو بيرميت دو فير سا. وديما ديما لو كليون خصك بانه اشاك فوا يد لا فالور كي سو راجوت، دونك ديما مور فاليو كامين سون، ماشي حنا ماشي سالينا، ما ساليناش لو ديفلوبمون، ما ساليناش ل هذا الفيتشر سيتين، مازال كنزيدو نديفلوبيو ومازال شي حوايج جايين، لان هنايا كتديه لواحد كتوصلوا لواحد المساله كنسميوها الاونغوين اونبوردين، لانه ديما لو كليون يدوا سونتير بانه مازال اشاك فوا يفا ديكوفري دي شوز معاك،
دونك il doit rester معاك, il doit pas partir ailleurs, يبقى معاك لانه انت ديما جايب ليه الجديد, ديما جايب ليه دي فالور, دي فالور اللي كي ريبوند للماست هاف نيدز واللاتنت نيدز. هذوك اللاتنت نيدز راه مهمين بزاف, لان الا جبتي الا قدرتي توفق بيناتهم بجوج, يو مايت هاف كاستمر فور لايف. واخر حاجه تيقول لك السيدي تو دو لا ريسوركسيون دي زومبي, داكور, هذوك الكليون ديالك اللي شتيهم لاكتيفيتي حبسات ولا ما بقاوش كيتحركوا, il faudra travailler sur un flow, sur un flux de résurrection. Les relances par mail, مثلاً, فهمتي, تصيفط ليه واحد ديسكاونت هذا, الى سالات ليه البيريود عاود تيستي معانا واحد 10 ايام ولا 15 يوم, راه زدنا واحد التول جديد هذا كتبيرسوناليزي ليه, فهمتي لاش اوبليي دوك لي زومبي كاستمرز دي فوري ان سول راب ان سامبل رابيل كيقضي الغرض. دونك فوالا فوالا, والايميل لا فورس ديالو سو كيبقى صعيب قليل فين كتلقى شي واحد مسح داك الايميل ديالك, الا ما طاحش في السبام راه كيبقى عنده مع شحال من عام. دونك ان سيجور يل بي طومبي دو سو. هو ليوتيليزاسيون هي بارمي لي شوز اللي خاص الانسان ينتبه لها, سورتو دابا حيت كنتكلموا بزاف على توسكي سيرفيس, لان فهاد لي سلايد الاخرين اللي تكلمت عليهم راه حنا كنتكلموا بزاف على لي سيرفيس, على بوتيت دي زابونمون سور دي سيت ان سي دو سويت. دونك هنا كيبقى التراكينغ ديال لوتيليزاسيون ديال التول ديالك ولا ديال لابليكاسيون ديالك, كيفاش كيستعمل. لا محتاج لي برودوي, محتاج لي برودوي, لانه الا كتبيع دي برودوي اونلاين اوجوردي تو سي كو ماشي اوجوردي, انا نقدر نقول لك هذه 6 سنين 6 ans في الكور ديال كنت قريت على الاستراتيجيز فور اي بيزنس, قال لك سيدي يا اون شين دو واحد الكيس ستادي على تيسكو. تيسكو بحال قلتي مرجان ديالنا, داكور, في اليو كي, شين ديال اف ام سي جي, وعندهم واحد البروغرام ديال لويالتي وديال لي زاشا اون ليني. دونك تيسكو وصلوا لواحد النيفو ديال pattern recognition, ديال profiling ديال الكليون ديالهم كيشيط اون ليني, كيقدر يقول لك واحد النهار تصيق الصباح تلقى واحد الايميل جايك من عند تيسكو تيقول لك سي محمد راه دون دو جو غادي تسالات بابي جينيك من الدار. وي دونك خصك تدوز تقدا, وي تيفكرك بسكيي فيتال عندك, سكي انديسبونسابل تيفكرك بيه, لانه حفظ الكومبورتمون عارف شحال كتقدا لي كادونس اكسيتيرا, دونك عارف كل شيء. دونك لا الداتا هي اللي عطاتو هاد لي زينيمون, يعني هنا ماشي غير لي سيرفيس راه حتى لي برودوي زين, غير هو كيبقى السؤال ديال ماشي اي حاجه عندها البوتنسيال باش انها تكون سكالابل على النيفو دوني. دونك متفق معك عصام, علاش انا قلت لك سيرفيس باسكو فينالمون حتى ليكزومبل اللي عطيتو انت راه فيه ان سيرفيس, لان لابارتي سيرفيس هي اللي كتسمح لك انك كيفاش نقول انك دير ليتود ديال الكومبورتمون وتخرج دي ستاتستيك. باسكو الا جاك هاد السيد هذا وشرع عليك البرودوي بلا ما يكون عندك ان سيرفيس ايكيفالون ان سيرفيس سوبليمونتير اللي كيسمح لك انك تراكيه, هنا كاين ان بروبليم. باسكو هاد السوبر مارشي اليوم الا ما كانش لا كارت فيديليتي كيفاش غدير تراكيه؟ Absolument. Mais aujourd'hui, quand on parle de industrie 4.0, donc on parle de product servicization. Il y a la notion de produit, ma pratique. Oui. Donc, pour le chi, service. Oui, justement, parce qu'un produit, c'est. Chauf, tu as un produit, mais le client a un il faut être sûr que tu as un produit. Alors, tu as un produit qui est tangible, tu as un service qui est traqué, c'est ce que tu as le client. راه ما عندك حتى شي حاجه غتسينو حتى يرجع بوحدو, هنا كتبقى تسينو يرجع هو بوحدو. ولكن اليوم مع هذا السيستم, هذا السيستم كيف قلت انت ديال اللي عطيت ليكزامبل ديال تيسكو, ماشي غير تيسكو, لان لو مالور سي كل يوم ما كنشوفو مثلا هو مرجان عنده لي كارت فيديليتي, ها هما اسواق السلع عندهم كارت فيديليتي, اش كيديروا بهم؟ اش كيخدموش بهم؟ هذا هو المشكل. يلا كيحسب هذا هو المشكل, يلا كيحسب لك لي بوين فيديليتي باش ملي تجي يقول لك راه عندك لو نوب المشكل اي ابخي الداتا ما اكسبلواتيناش حيت كلشي على الداتا. انا نعطيك غير واحد المثال اخر, جو بونس الناس كيعرفوا اوتيس سي لان دي ليدر مونديو في لي اسانسور. الوغ اوتيس ان سيغتان مومون دوني كان عندهم مشاكل كبار
لي ديلي دو ليفريزون، لي ريكلاماسيون، المهم داك الشيء لا يتصور، فهمتي؟ بيرد. و جاهم واحد، جابوا واحد السي اي او دوريجين ماروكان سميتو اري بوزبيب، دايوغ الكيس ستادي ديال اوتيس هو سي ان كا دو ليفر. شنو جا لو كا في الاصل سي ان كاد لايتي، جا الى انستوري واحد لا اي سبلاي تشين، دونك ان سيستيم دو جيستيون دو لا شين دو فالور لوجيستيك، لا شين دو فالور بلوتو، ماشي غير لوجيستيك، لا شين دو فالور كامله بازي على الاي تي، كل شيء خدام اونلاين. وصل لواحد لو نيفو الى ريغلي كازيمون تو لي بروبليم لي كاين. بار لا سويت فوا ان فواحد الانترفيو قالوا ليه افيك لو شونجمون لي كو تو اوبيري اوجوردي، شنو شنو سي فو فولي ديكريغ اوتيس اوجوردي ال ريسومبل ا كو؟ الوغ قال لهم اوتيس ني بلوز ان اسانسوريست، اوتيس اي ديفينو اون انتربريز اي تي. غدا بغا يصاوب التلالج يقدر يخدم بلو ميم سيستيم، غدا بغا يصاوب شي حاجه اخرى ماشينا لافي يل بو ادوبتي لو ميم سيستيم، لانه هذا ديجيتال ليفرج ولا هو الانيبلر ديال الكومبيتيتيف ادفانتج، ماشي سبورت، ما بقاش هو السبورت ولا الكور بيزنس ولا هو الديجيتال، ما بقاش هو البرودوي. زين دونك هنا غير باش pour souligner aussi ce que tu viens de dire. D'abord, le changement de paradigme, ou le product servicitization, ou le changement de paradigme. Le product servicitization ne peut pas se produire, il y a même de data. Il y a même analyser data, ou tu as data, ou tout ce qui data. La messe est dite, même si on a dit, 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 حنا في حنا مثلا في لي غروند سيرفاس، اذا تكلمنا على ليكزومبل ديال لي غروند سيرفاس عندنا في المغرب، لي جي ام اس لي غروند موين سيرفاس، كاين ان بروبليم زعما ملحوظ، يعني كتشوف بانه كيخدموا على لي كارت فيديليتي، كتجي توقف عنده باش تخلص كيقول لك لا كارت فيديليتي، كونتريرمون داكشي اللي كيوقع في فرنسا مثلا، نهضر غير على فرنسا اللي ماشي بعيده، راه اي واحد كيمشي للمغازان دون سون انتيري من مصلحته انه يعطيهم لاكارت ديالو، علاش؟ حيت سور لو شون غادي يعطيو ليه ان بون سور لو شون، مي هذاك لو بون اللي كيعطيو ليه راه كيخلصوا ليه الداتا اللي كيجمعوها، باسكو هو في لو مومون اللي غادي ايديتي لا فاكتور اللي غادي تخرج ليه 20 برودوي اللي شرا الكليون ولا 30 برودوي، وما عارفش هذيك 30 برودوي لمن مشات، هي اللي هي واحد لا بيرت اللي كبيره. الوغ اول حاجه كيديرها الكليون فاش كيوقف في لاكيس كيعطيهم هذيك لاكارت ديالو داكوغ، كيدوزوها في السيستم عاد كدوز لا فاكتوراسيون، ابخي هذيك لا فاكتوراسيون كلها راه مشات على 600 ديال الكليون. اشنو نقدروا نديروا بهذا الشيء هذا؟ غدا سي بوسيبل كيرجع ليك وتنقص شويه عصام عندك الصوت، غدا لا مزيان، غدا سي بوسيبل انك تبيرسوناليزي لي زوفر لهذاك الكليون دو فاصون انه مثلا تشوف كيسكي لاشيت لو بلوس، هذاك الشيء اللي كيشريه ديما اون بيرمانونس ما غاديش دير عليه دي بروموسيون، غادي تشوف على دوك لي زاشا اوكازيونيل ديال واحد لو جونغ دو برودوي، غادي تقدر تلح عليهم وغادي تصيفط ليه اون اوفر سبيسيال سوا فيا اس ام اس ولا جو نسي با كولا ولا فيا ايميل، سا ديبون على حساب لي ميثود اللي راك جامع ديال الداتا ديالو، وتقول ليه بانه عندك واحد تال بروموسيون على تال برودوي، وهذاك البرودوي راه ديجا شراه ولكن ما كيشريش بزاف، دونك هنا تو لانسيت الاشتي دافونتاج، اما البرودوي اللي كيشريه ديما كدير عليه غير ان غابيل كما قلت انت، بحال ما تقول لها بابي ايجينيك باقي لك دو جوغ ويسالي، راه هذاك كتوصل للطوب ديال 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 ليتود ديال الكومبورتمون داشا ديال الكليون وديال لا فريكونس دوتيليزاسيون. ابسولومون حفظتيه، سي الباسن، سي دي باسن ريكوغنيشن، صافي تو لا كاليفي، عرفتيه كيفاش كي هذا، انت مستعد هو انه يديليكي لك كاع ديك الساعه لي زاشا، يولي غتولي تعطيه لي برودوي لي ليست داشا ديالو غتبدا توجدهم ليه، ما يبقاش هو عادي يعزل برودوي انت وجدتي ليه لا ليست غيبدا غير يفاليدي معاك. فوالا بون، هادشي سي توت اون بريباراسيون سميتو الانترنيت دي زوبجي، واخا حنا فيها ديجا، ولكن بيانتو الثلاجه غادي تبقى تكومينيكي ديريكتومون مع السوبرمارشي ومع هذا. سي لو 4.0، لو 4.0 سي توتي ليي، من الفورنيسور للكليون، كليون فورنيسور، يعني لا مينتونس ديال الثلاجه ما غاتسناش انت حتى الثلاجه تخسر، لا الثلاجه غادي تكومينيكي مع الفابريكون
بانه دون دو جور تخوا جور سالا مينتونونس غيجي التكنيسيان يخدم من راسو غادي يجي هو يدق عليك ما تسناكش تعيط ليه. اونكور هادو هما لي حتى المينتونونس اكتيف هادشي ديال لابروفيزيونمون في الوقت يعني كلشي غيولي اوتوماتيزي كلشي كلشي كيكومونيكي مع كلشي دونك ما تحتاج انت غيجوك دي ميساج انت غيبقاو يجوك دي نوتيفيكاسيون با بلوس عندك دي نوتيفيكاسيون tu vas valider شريت سالينا غادي يجيك البرودوي حتى للدار بوين وي وي دونك هادشي كامل جبدنا باسكو مالوزمو حنا في هاد البلد اللي رحنا فيه راه كلشي كيدار يعني هو لي كارت فيديليتي مي جني جامي في اون اكسبلواتاسيون ريال ديال لي كارت فيديليتي ديال لي سوبر مارشي مازال ما شفناهاش ما كايناش. انا نمشي معاك راه شي دابا كارت فيديليتي انا راه هضرت عليه باسكو بون جو كوني دي جون زعما او بلاسي في دي شي دي ديستريبيوتور بحال هادو زعما ماشي لا وهضرنا على هذا الشيء ما قال لك حنا ما عندناش لي ريسورس بوغ فيغ دونك واش انت تقول لي انا واحد ما عرفتش اش يقدر فيغ ما نعرفش شنو هي با لي ريسورس والله العظيم حشومه شي هو اونكور لانتيغ باسكو لا راه سي راه سي تان ماي راه مايند سيت سي اون كيستيون دو مايند سيت من الناس يامنوا باللي ديجيتال الي بيرمي دو كريي دي زوبورتونيتي مارشي ماشي دو كانيباليزي سور ليكزيستون دو كريي دو نوفيل زوبورتونيتي مارشي راه غادي يدوزو لهاد الشيء ولكن هاد الشيء راه غيدوزو ليه زعما راه ماشي سبار شوا راه بزز سي اون اوبليغاسيون الا كنهضروا على لاندستري 4.0 بون سي اوسي سي سي اون تيماتيك اللي كان في بوكو دانترفونسيون فيت سي اون كومبينيزون انتر لي انترنيت دي زوبجي اي دي سيرفيس مع لي سيستيم سيبر فيزيك لي سيستيم سيبر فيزيك سي دو الكترونيك امباركي انتيليجون هاد لي سيستيم سيبر فيزيك هما لي ليمون كلي اوجوردي علاش لانهم تي نوميريزي و تي فيرتواليزي ولا رياليتي نعطيك مثال اوجوردي لا سونتي 4.0 نقدر نشد انت لو كور ديالك السي محمد وندير اون كوبي فيرتوييل ديالك افيك لي سيستيم سيبر فيزيك نشدك انت وندخلك لواحد لابوراتوار فيرتوييل و جي لاناتومي ديالك وكاع داكشي لي دوني ديالك ميديكال ولا تسكي سرابور اونكور وفداك لا كوبي فيرتوييل ديالك غادي نجدو في باسي دي تيست لو مالادي مثلا ندير لك دي تيست باش نقدر نعرف نقدر نقول لك مثلا راه عندك تال ريسك سور 10 اون ولا تال ريسك سور 20 اون داكور اي اوجوردي من دابا نخدم معاك على هذاك لو ريسك اللي بان ليا اترافيغ لي تيست ولي اكسبيريمونطاسيون ديال الناس راه خدامين في هذا الشيء ديجا خدامين غون تيشيل راه كان معنا الدكتور الناس فوالا الناس خدامين في هذا الشيء اي لا سي لا فورس ديال لي سيستيم سيبر فيزيك لانهم كي كابتور كي نوميريزيو لا رياليتي اي كري لي كونديسيون ريال دون ان انفيرونمون فيرتوييل و لي انترنيت دي زوبجي و لي سيرفيس هما اللي كيبداو يكومونيكيو اون طون ريال مع لي بروسيس دو فابريكاسيون اي دو اي دو اي دو اي دو ديستريبيسيون دونك بون كابتور دو تاون قبل الموضوع شي نهار وي شي نهار هذا الو دابا وصلنا للكاتريام فاز خايلي هي الفلوس هاكين مونيتايزيشن ان اهم حاجه من هاد الاكوايرين واكتيفيشن وريتين وداكشي هو دخل الفلوس وباش تدخل الفلوس دونك خصك عاوتاني تمابي المونيتايزيشن فامول ديالك خصك تعرف شنو هما لي بوين لي 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 الكليون اكل مومون بريسي في الكاستمر جورني الكليون قدر يحط الفلوس باش تعرف فوقاش تحط ليه الكول تو اكشن ولا تعطيه شي فيتشر ولا تعطيه شي ديسكاونت ولا تخرج ليه شي حاجه لان دابا عندك اسي دو داتا راك حفظتي لو كليون حفظتيه و الى افيك توا تي لا غدو لا خصك دوز المونيتايزيشن خصك دوز خصك ترانسفورمي وباش ترانسفورمي هذوك الكوهورتس ديالك اللي قلنا دوك لي غروب اللي عندك انت اللي هما كتميزي عليهم ودوك لي سيغمون اللي نتعول عليهم خاصك تكون عارف اوسي شحال تقدر تجيب منهم من الفلوس دو كوميا اون بار سي امبورطون ماشي غير تنعرف انا هادشي هاد الحريره هادي كامله شحال غادي تجيب ليا وهنا فين ما بقيناش كنهضروا على الكوهورت واليوزر ولينا كنهضروا على الكاستمر لان الكاستمر هما اللي كيخلصوا سي او كي باي داكور وهنا خصك تعرف شكون هو طون كليون دي فوا راه كاين واحد المشكل ما كتكونش عارف شكون هو الكليون ديالك في الاول انت كدير واحد ليبوتيز كتقول هذا جو تارغيت ولا جو سيبل تيل بوبولاسيون ولا تيل سيغمون اي سا تروف كو ماشي هذاك هو الكليون ديالك الكليون ديالك سي ان اوتر سي اون اوتر سي اون اوتر راس ولا سي ان اوتر سيغمون
ومنين كتعرف لي كليون ديالك خصك تسولهم شنو هما لي بينيفيت اللي بغا البينيفيت دي وونت، دونك شنو هما يفوت توجور انتراجير مع لو كليون وتعرف شنو هما البينيفيت. وهذا الشيء اون فوا كتعرف اخاي البينيفيت شنو كتبدا دير، كتستعمل الداتا ولي زالغوريثم باش كتبدا اوتوماتيزي المسائل. صافي هنا كدوز لانك عرفتي الاوفرينغ، عرفتي الوانتس والنيدز ديال الكاستمرز، وكتبدا اوتوماتيزي كتبرسوناليزي الاوفرينغ ديالك لان عندك كاع لي زيليمون. و parmi les exemples d'algorithmes de personnalisation كاين داك الريكومنديشن انجن ديال مثلا ديال امازون. وي دي فوا انت كتسكرولي وكيعطيك لي برودوي، كي سوجيري لك لي برودوي انت غير كتسكرولي. دونك هنا سي ان الغوريثم هايبر بويسون اللي يوتيليزي في شحال من بلاتفورم اللي صافي راه عرف انت بيرسوناليزيك عطاك كذا اي اون فونكسيون دو تا رياكسيون بارابور لو برودوي غادي يعرف واش غادي يبقى غادي في لو ميم سيناريو ولا خصو يبدل معاك، يمكن يعاود يدير شي كوريلاسيون اون طون ريال ويدوز لك هذا. وهنا فين كنقولوا خصك معاك انجينيرز اللي قادرين يديروا لك هاد الزالغوريثم هذا، انك ما يمكنش انت غادي دير كلشي. وكاين واحد لا فورمول اللي هي اسمها جاكارد اندكس، هذيك هي اللي كتعطيك شنو هي لا سيميلاريتي اونتر لي برودوي. دونك راه فيها داكشي ديال التقاطع و لونيون و لانترسيكسيون، دونك فيها داكشي ديال لي زيسباس فيكتوريال. دونك خليني ساكت. و من الحوايج المهمين ما تدخلش مع بنادم في العظام بزاف. دونك ها انت دابا حفظتي الكليون عرفتي شنو كاين، يفو با اتخ انسور با اتخ دون لانتروزيون. دونك يفو سافواغ كونيتر سي ليميت، ما يمكنش غدير ليه خمسه ديال لي رابيل في الدقيقه ولا جوج ديال التريجرز في الثانيه، دونك خصك تعرف تادابتي وتاجوستي المسائل ديالك. و بيان ايفيدامون يفودرا سافوار اوبتيميزي البرايسينغ ديالك اخي، لانه شي مرات من اصعب لي زيكزيرسيس اللي غتقدر طيح فيهم هما شحال غادي تبيع البرودوي ديالك. شي مازال يكون برودوي ملموس راه تقولها بشحال شريتها بشحال ديستريبيتها مارج، ولكن ملي كيكون سيرفيس راه سي با اوسي سامبل دو لو برايس. وي داكور. دونك كاين مفاهيم، كاين مفاهيم بحال كيقول لك بحال الشارم برايسز، هما دوك لي بري اللي كتلقى 10.99 ولا 9.95 و 7.98. مي راه كوا مو راه سيانتيفيكمون سي بروفي كو كاين ان امباكت. وي بين 10 دولار و 9.99 دولار راه كاين فرق. وي هي دي زيتود، كاين واحد الكتاب سميتو برايسلس كيهضر على هاد لاسبي هذا. كاين لو تروك ديال برايسين ريلاتيفيتي، لانه الناس ils ont toujours besoin d'une base de comparaison. Il a été mis en offre ou chida, mais il a été mis en offre 3 subscription plans ou le hada. Il a été comparé, il a été donc l'option, elle doit coûter plus cher que ça. Donc il a été raisonné. Ou il a été mis en offre le prix d'hier, mais il a été mis en offre un prix comme ça. Un seul prix, mais il a été mis en base de comparaison. عاوتاني تيقول لك اخويا ليس از نوت اولويز مور، يعني ماشي بالضروره الى فرشختي الثمن راك غتربح بزاف، لانه شي مرات يعني كتكون بايع بالخساره، ويلا زدتي هرستي ودرتيها قاعده راه ما كتخرجش. يعني سي با سيستيماتيك انك الى حطيتي الثمن هذا. وحاجه اخرى عاوتاني كيقول لك الى كنتي غادي تخسر على الكليون جوج دولار باش تجيبو وانت البرودوي ديالك كتبيعو بدولار، اقسم معاه صبر ولا بيعو ولا عطيه ليه فابور، راك رابح لانك خسرتي غير نص دولار ولا ان دولار، ما خسرتيش دو دولار، فهمتيني؟ الماكسيموم غتخسر ان دولار، الا غنخسر عليه جوج ونبيع ليه بواحد اللهم ما نخسرش، نعطيه بزيرو ولا نبيع ليه بالنص ولا شي حاجه، راه جو سوي غانيون دولار فير. وكاين داك بيني جاب، هذا هو فاش لي كليون لي بروسبي ديالك تيكونوا ولفوا الفابور، ولفوا دي سيرفيس فابور، وكتجي نتايا باش كدير واحد لو سيرفيس اللي كيشبه لشي حوايج اللي هما فين كيديروهم كيستعملوهم في فابور. داكور. دونك هنا بحال دابا الا شديتي ليكزومبل ديال اون ابليكاسيون موبيل، واخا تكون خاسر عليها تقدر باش يانستاليوها كديرها لهم غراتويتمون، ولكن كدير ان ابس باي، فهمتي؟ كتبيع شي حوايج للناس اللي ديجا خدامين ومانستاليين، يعني
tu te fais rémunérer autrement, ماشي كتبيع لابليكاسيون من الاول، كدير تيليشارجمون خاوي، لان الناس مولفين ديزابليكاسيون بحال ديالك كي انستاليهم غراتويتمون، في وكدير الابليكاسيون. لهم حتى ان اب بيرشيز. وي هذا اكزومبل. و خصك اخاي تركز ليا على الكونسيومر سايكولوجي، هذا راه عامل مهم جدا في الجروث هاكين. وهنايا كاين مبادئ، كنهضروا على ريسيبروسيتي كوميتمنت اند كونسيستنسي. ريسيبروسيتي لانه حنا كاشخاص كاتخ اومان عندنا واحد المبدا ديال اعطيني نعطيك، دونك ديما هاد الريسيبروسيتي هي كتلعب على هذا المبدا اللي هو لا ناتور اومان، اللي هو لا ريسيب، اللي هو عطيني نعطيك. الكوميتمنت اند كونسيستنسي هو انه الى شديتي السيد دار معك خطوه الاولى، تو بلوس دو شانس باش انه يزيد معك. بحال ملي كتدخل انت كتمشي كتبغي تشري شي طوموبيل، ولا بد ما كيعطيوك شي فورمولير تعمره ولا شي لعيبه تعمرها، لانه هذيك اللعيبه تعمرها، اون فوا تعمرها كيعرفوا بانك انت تو بلوس ايزون بوكو دو شانس باش انك تعمر اون دوموند دو كريدي ولا ان بون دو كوموند ولا شي حاجه، لانك الا درتي ديك الخطوه انت مستعد انك دير خطوه وتكون كوميتد، وخطوه اللي لها علاقه بواحد الخطوه درتيها قبل. دونك هذا سي لو برانسيب ديال كوميتمنت اند كونسيستنسي. المبدا ديال السوشيال بروف هضرنا عليه، هو انه بيسكو الناس كيستعملوا وكيكونسيوني وتيريكوموندي، وداك الشيء بحال ملي كتدخل كتلقى ريفيوز وكتلقى الناس جربوا بوستين تصاور وهذا. دونك دونك هذا البرانسيب ديال لوتوريتي اوثوريتي، لانك انت الا كان شي اكسبير ولا شي عالم ولا شي واحد اللي هو ريفيرونس ولا انفلونسر كيكوسيوني واحد البرودوي، زعما كتكون لايكلي تو بليف هيم. برينسيبل اوف لايكين، يعني الناس الا كي لايكي ولا عجبهم هذاك البرودوي انت كتبعهم. والبرينسيبل اوف سكارسيتي، انه ملي كتلعب على مول المليح باعو راح، هادشي اللي بقى ديسكاونت من هنا حتى لغدا ماكسيموم، بقاو غير ثلاثه ديال لي برودوي اللي بقاو، ولا غير 10 ديال لي باك. دونك هنا كتلعب على المبدا ديال لاغارتي ولا سكارسيتي، وتو كري لورجونس ديال الباي. هذا اخر سلايد ونكونوا كملنا. دونك هنا فين كنهضروا على الريفيرال، ولا كتكري الفيرتشوس جروث سايكل، يعني كتوتوماتيزي لو بروسيس كله، البروسيس كامل اللي شفناه كتكري لو سيركل فيرتيو اللي كيبدا يتعاود. وهذا هو الهدف اللي غنقولوا الاسماء ولا الحاجه اللي كتطمح لها كاي اي شركه، لان البريك اوت كومبانيز ذات سستين ذير سكسس، يعني يو هاف تو سستين يور سكسس ويور جروث ميكانيزم، ار ذوز هو كونستانتلي بوش فور مور ليفرجين ذير سكسس كابيتالايزين اون نيو اوبورتونيتيز اند كرييتد ا فيرتشوال سايكل اوف جروث. يعني ما بقاتش انك درتي واحد الاوبريشن ونجحات وعطات دي ريزولتا، يو هاف تو سستين هاد الجروث ديالك. وهنايا خصك تلقى افويدين جروث ستارز. هاد الجروث ستارز هما دوك لي بحال اللي قلتي لي باليه اللي ما بقاتش الجروث غاده، يعني حبسات القضيه ولا استاغنات ولا نقصات. وهنا جينيرالمون كتكون مثلا ما ركزتيش مع دي شونجمون اللي كاينين في لو مارشي لونفيرونمون، دي تكنولوجي مثلا اللي خرجوا جداد، لي بيزوان ديال لي كليون تبدلوا، لا كومونيكاسيون ما بقاتش، هذا الشانل اللي راك خدام فيه ماشي هو هذاك، اللي راك ميزي عليه ماشي هو هذاك. دونك يفو انفستيغي اي سافوار كيس كي كلوش. سويمين ويت شاركس، علاش سويمين ويت شاركس؟ يقول لك السيدي بانه كاين اون اسبيس دو روكان اللي كتبقى تعوم سانز اري، الى وقفات غادي تموت، وانت خصك تكون بحالك بحال هاد لي شاركس هادو اللي ما كيوقفوش ما كيحبسوش، يعني خصك ديما تبقى في هاد البروسيس وفي هاد الاكسبيريمونطاسيون والاناليز والاناليز وتسكيلي وتجرب. فو با ساغيتي، باسكو كي قال داك البروف اللي قلت لكم على ماركو بروتانو، قال لك اونلي ذا بارانويا سيرفايفز، خصك تكون بارانويا كتشوف الفوق لتحت الجدار كذا كذا، هذا ما كتحبسش، لانه هذاك اتو مومون يقدر يخرج لك شي كونكورون من الجنب يدير لك شي كونكورون راك قدام عليه ما عرفتش شحال درتي عليه. يا بلان ديستوار دونتربريز اللي كيكارطوني كانوا كيديروا دي شيفخ ريكور، ومن بعد ما
n'existe plus. Don't underestimate the power of doubling down. هذاك الشيء اللي هضرنا عليه ديال انك شي مرات كتكون خدام في واحد الشانل وكتقول راه صافي راه خصني نجرب حوايج اخرين، الوغ كنت مازال ما وصلتيش للقاع ديال داك لي شانل ديال داك الكانال، دونك خصك ما تحقرش وما نباس با اكوتي دو فات انك تدوا ميزي بلوس في لو ميم كانال. ماينين ديبر فور ذات داتا جولد، لانه واخا عندك درتي تراكين سكيم ديالك وقديتي لي ريبورتين ديال باش كتراكي الداتا، ولكن يفو توجور سو ريميتر اون كيستيون اي اون كوز ايدير واش ما نقدرش هذيك الداتا عاوتاني اللي عندي ولا اللي جات جديده نعاود نخرج منها شي حوايج اخرين. دونك الاناليتيكس تراكين اي سون توجور سوجي ا دي اميليوراسيون، يفو فريمون ريفير ليكزيرسيس وخصك تدخل في الديتاي ديال الداتا تراكين. دايف انتو نيو تشانلز وي mais d'une façon qui est rationnelle, qui est toujours basée sur la data. Ou il faut toujours garder l'ideation process, toujours basé sur la data, quand tester de nouvelles idées, que ce soit dans les channels dans les canaux existants ou là dans les canaux JDEP. Ou il faut take your moonshot. Il faut pas s'empêcher, mais tu as pas de faire des choses qui sont خاصك تيست شي حوايج واخا يكونوا حمقين يكونوا ديكالي، باسكو تو في جروث هاكين هي لا بارتي كونفونسيونيل ولا لا بارتي نون كونفونسيونيل. هذيك لا بارتي نون كونفونسيونيل سوفون هي اللي كتجيب لك جاك بوت، تو سكي ان كونفونسيونيل تو سكي اوت اوف ذا بوكس هو اللي كيجيب لك نورمالمون لو جاك بوت. وانتهى. والله يعطيك الصحه خويا عصام، اهلا تحناك كاع راه ما كنشوفش راسي بلاتي عاد نشوف راسي. بارك الله فيك عصام اخويا. اخويا هذا حاولت وماكسيموم انني ندير طوبو جينيرال، بوكو تيوري بوكو شوز يمكن كومبليكي غتنير الزربه، ولكن راه صعيب اخويا باش تقسم هادشي على جوج سوايع. على ما برافو عليك، الله يعطيك الصحه اخويا. راني درت الهاي تيمبو انا حاولت باش نبقى ساكت اطول مده ممكنه، لان الا بقينا نديسكوتو راه ما نساليوش. دونك سي فري درنا واحد ديال لا ديسكوسيون 5 دقائق مي بون، دونك جوج سوايع و 17 دقيقه بالضبط. الله يعطيك الصحه خويا عصام وشكرا بزاف. ما عرفتش تقدروا ناخذ لي كيستيون لان مشى الوقت ديجا رحنا روطار. بتاتخي الا كانوا دي كيستيون تقدروا تخليهم في جو سي با اون بروفيل، نقدر ندير ان بوست وتبوزو لي كيستيون ديالكم. كان شي حاجه اللي الا كانوا اسئله بانوا لك شي اسئله دابا نقدر نجاوب عليهم، ما كانش يخليوهم ودابا نجاوب عليهم. فوالا اللي عنده شي سؤال ولا يقدر يخليهم كومونتير وراه عصام يرجع يشوف هذا، باسكو دابا ما نقدرش ناخذ لي كيستيون الوقت مشى تعطلنا بزاف وانا مازال خصني نتحرك كيف قلت لك جزافر لو ديبلاسمون. دونك عصام بارك الله فيك خويا، شكرا. مرحبا والله يحفظ لك الوليدات وش غادي نقول لك، خليك مرحبا سيدي. ونتمنى انه ما كانش اللونغاج اللي مستعمل نسوتني شويه، ما راه حاولت نبسط زعما او ماكسيموم بكل صراحه. مومون دوني راه ما عندي كي ندير باش تقسم زعما فرونش خدمه كبيره باش دير ان ريزومي، دير زعما ملخص ديال هذاك الشيء كامل اللي كيتقال في الدومين لمده ديال ساعتين، راه خصك تكون ميتريزي الامور مزيان. الله يعطيك الصحه، هادشي اللي غادي نقول لك. ان شاء الله مرة نشوفوا في دوتر لايف في دوتر سيجي ان شاء الله. عارف ابخي بيان تو ان شاء الله. ميرسي اهلا بونسوار صباح على خير. وعلى دونك هادشي اللي كاين شباب، نتمنى انه كانت حلقه مفيده. واخا نعرف بانه لا ماس كبيره ديال لي زانفورماسيون اللي تعطات، عاودوا شوفوها مره وجوج وثلاثه، نوطيو كوم دابيتود كيف كنقول، نوطيو حاول انكم تنوطيو لي زانفورماسيون، قلبوا بحثوا شويه، كانوا دي كيستيون طرحوهم في الكومونتير هنا، وعصام راه يرجع يشوف لي كومونتير اللي يقدر يجاوب عليه راه غيجاوبو. تبارك الله عليكم شباب، ان شاء الله نشوفكم في حلقه جايه مع ضيف اخر. الله يعاونكم، تصبحوا على خير.